السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في ورشة جديدة من ورش إيميرج أفريقيا بالعربي. يشرفني ويسعدني وجود الدكتور زهير، وهو أصلا يعني من أصحاب إيميرج أفريقيا، وهو يعني من المؤسسين والداعمين الكبار ليها، في ورشة جديدة من ورش بتهتم بموضوع من الموضوعات الساعة في الوقت الحالي، وهو الذكاء الاصطناعي. هنكون موجودين معاه خلال الورشة إن شاء الله. هنتحدث عن موضوع مهم جدا، وهو التقييم الأكاديمي، وتحت عنوان ورشة إعادة ابتكار التقييم الأكاديمي مع تطور الذكاء الاصطناعي. معلومات عن الدكتور زهير: الدكتور زهير من المتخصصين جدا في مجال تكنولوجيا التعليم والتصميم التعليمي، وله خبرة كبيرة جدا على مستوى الوطن العربي، وله منشورات كتيرة في الأبحاث في أهم المجالات العلمية والعالمية. درس في أمريكا وله خبرات وورش عمل متميزة جدا في الوطن العربي وفي أفريقيا. بيهتم جدا بالذكاء الاصطناعي، خبير في مجال الذكاء الاصطناعي، خبير في مجال التصميم التعليمي. أنا مش قادر أقول حاجة غير إن هو ربنا يجزيه كل خير، لأنه هو بسم الله ما شاء الله هو عبارة عن بوتقة لكل حاجة، يعني كل حاجة متخصصة في المجال تكنولوجيا التعليم له باع كبير فيها، بنتعلم منه. ويشرفني ويشرفني ان هو موجود معانا خلال الورشه دي، والمايك مع حضرتك دكتور زهير، ويعني ربنا يوفق حضرتك يا رب. شكرا ليك على موافقتك انك تكون معانا يا فندم. تسلم تسلم دكتور. السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير للجميع، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيكم في هذا الورش المهم جدا المتخصصة. خلينا نقول بين قوسين، هي عبارة عن ورشة ممكن أن تكون تدريبية إرشادية، نقوم بمشاركة تجاربنا في عملية التقييم في عصر الذكاء الاصطناعي بشكل الذكاء الاصطناعي التوليدي. لا شك انه بالنسبه لعمليه الانتقال او عمليه التحول من خلال استخدام ادوات الذكاء الاصطناعي لها وعليها ما عليها، سواء كان من حيث استراتيجيات التدريس بشكل عام او حتى نفس الشيء اللي بنتكلم عنه، عباره عن عمليه اعاده تصميم ادوات التقويم بشكل عام. فاهلا وسهلا في الجميع. هي عباره راح تكون كمحاضره لمناقشه، خلينا نقول اطار معين، إطار مرجعي لعملية تصميم بعض الأيتيمز أو بعض الأدوات التي نستطيع استخدامها في عملية التقييم في هذا المجال الموجود عندنا في الذكاء الاصطناعي، بالرغم من هذا تقريبا الورشة الثالثة خلال هذا الأسبوع ابتداء من 1/6، وكان في عندنا الجامعة التكنولوجية في العراق، وكان عندنا يوم الأربعاء أيضا كان ورشة لكلية الطب في جامعة النجاح الوطني، أيضا كان الزوم، وهذه الورشة الثالثة بشكل عام. وحتى أكون صادق معكم، كهدف هو عبارة عن هدف إرشادي توعوي المساعد في عملية كيفية التصميم، وأيضا كجزئية ما راح تكون كجزء في عملية استخراج بحث علمي يتعلق بتطوير إطار مفاهيمي لتصميم أدوات التقويم بشكل عام. فكجزء مهم جدا. دكتور، ظهرت تحركت الشاشة صح؟ اه يا دكتور، اه لا، لن أدخل بالتفاصيل بشكل كبير جدا، ولكن ممكن لاحظ أن تكون عندنا ورشات عمل تدريبية متخصصة، راح أقوم بعرض 3 نماذج لعملية التدريب لاحقا في نهاية هذه الورشة. الآن حسب اجتماع اليونسكو في بكين عام 2022، كان هناك اقتراح، أو خلينا نقول بالنسبة للتوقع، أن هناك 4 احتمالات لعملية تطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم. كان في 2022 بدأنا بالحديث عن الذكاء الاصطناعي، لم يكن هناك تخصصا اكثر ان نقول بالنسبه للذكاء الاصطناعي التوليدي، لان الذكاء الاصطناعي التوليدي ظهر تقريبا قبل سنه بالضبط، بحدود تقريبا شهر 6 او شهر 7 من عام 2023 بدأنا الحديث عنه بشكل تفصيلي اكثر حتى نميزه عن الانواع الاخرى من انواع الذكاء الاصطناعي. وبالتالي خلينا نسمي انا بالنسبه لانواع الذكاء الاصطناعي بشكل عام، لو يتعلق به الجزء الأول يتعلق بإدارة التعليم وتقديمه، هذا كجزء مهم جدا. كانت في البداية هي عبارة عن مجموعة من التطبيقات بشكل عام، ولكن نتيجة تطور بناء ما يسمى بمنصات الذكاء الاصطناعي التي نستطيع استخدامها في التعليم. وبالأمس تم إعلان في البرازيل عن لأول مرة استخدام الذكاء الاصطناعي في عملية إدارة التعلم بشكل عام،
كجزء مهم جدا، سواء عملية لانك اناليتكس او عمليه التحليل التعليمي بشكل عام، وحتى بالنسبه لعمليه ايش التعلم التكيفي اللي هو بالنسبه للادابتيف لانك بشكل عام من خلال دمجه مع بالنسبه له ادوات اللانك مانجمنت سيستم اللي هي ادارات التعلم. الجزء الثاني هو يتعلق ب موضوع المحاضره، هذا هو عباره عن التعلم والتقييم، وهذا جزء مهم جدا. ما بدي ادخل في امور الفلسفيه فيما يتعلق التعلم او التعليم او التقييم او التقويم، وكهذا كمصطلحات مهمه جدا طبعا، وعالي اكثر من الجزء النظري او المناقشه العامه بشكل عام حتى يكون هناك مخرج. واتمنى الحصول منكم على بعض الملاحظات والاقتراحات عن النماذج التي سيتم عرضها، لانه بدانا فيها بطريقه معينه ثم سيتم تقديمها بطريقه اخرى. والجزء الاخر عملية التمكين للمعلمين وعملية تحسين التدريس من خلال طبعا استخدام الاستراتيجيات، وغالبا أنا بشبه بالنسبة عملية ما يسمى بالنسبة لثورة الذكاء الاصطناعي قريبا جدا لثورة استخدام بالنسبة للتعلم أونلاين أو التعلم عن بعد في فترة جائحة كورونا، مع اختلاف أو التغيير الموجود كان عندنا هناك، كنا نسميه عملية التحول الكبير للتعلم الإلكتروني أو التعلم أونلاين، وكان هناك بالنسبة للأدوات محدودة، بينما في عصر الذكاء الاصطناعي فالوضع مختلف كليا، لأن هناك ما زلنا لغاية الآن بعد تقريبا أكثر من سنة ونصف نتكلم عن عملية إطلاق الذكاء الاصطناعي، هناك عملية بالنسبة لحديث كما يسمى بخجل عن استخدام الذكاء الاصطناعي، أو خلينا نقول بين قوسين من تحت الطالب، نحكي أنه بنستخدم الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي وإحنا مستحيين نحكي، أو بنكون إيش خايفين نتكلم عن الذكاء الاصطناعي، والسبب في ذلك طبعا اشياء كثيره تتعلق بخوف انه ايش يكون في عمليه الغش. ولكن راح اقوم بعرض بعض نتائج الدراسات انه حتى عمليه وجود الذكاء الاصطناعي التوليدي وخاصه عفوا الشات جي بي تي لم تتغير نسبه الغش بشكل عام. والجزء الاخر يتعلق بالتعلم مدى الحياه، وخاصه بالنسبه لعمليه اللايف ليرنينج، وهذا طبعا خاصة فيما يتعلق بثقافة الذكاء الاصطناعي المتعلقة جزء بالمعرفة وجزء يتعلق بالمهارات، وهناك فرق كبير جدا ما بينهم في عملية بالنسبة لمعرفة التطبيقات، معرفة بالنسبة كيف تعمل هذه التكنولوجيا، ومن عملية ايش معرفة كيف نقوم بتطبيق هذه التكنولوجيا على أرض الواقع بشكل. هناك بالنسبة لبعض التجارب الريادية حتى نكون واقعيين في بعض الدول العربية، ولكن ما حتى نكون ايش واقعيين مش مثل بالنسبة للمستوى المطلوب كما هو في الدول الغربية او في دول امريكا بشكل. العوامل المؤثرة على عملية الدمج، وهنا نتكلم عن عملية الدمج الذكاء الاصطناعي وليست التعليم وليست التوظيف، وانا اقصد بعملية الدمج لا تقصد فيها عملية كان يصبح جزء اساسي جزء اصيل من عملية التعليم والتعلم. والجزء الاول يتعلق بعملية الوعي، وهذا مهم جدا بالنسبة لنا نكون واعيين لعملية استخدام بالنسبة للذكاء الاصطناعي، عارفين ماذا سيقدم لنا، نستطيع نفهم طبيعة عمل بالنسبة لهذا التطبيق بشكل عام، ومن ثم معرفة كيف نقوم باستخدام بالنسبة له هذه التكنولوجيا في ممارساتنا اليومية في التعليم، سواء كان في التعليم على مستوى المدارس أو حتى على مستوى التعليم الجامعي وحتى في مجال البحث العلمي. وهذا طبعا تنطلق بالنسبة للمعرفة، بالنسبة لمعرفة الذكاء الاصطناعي، بالنسبة لمعرفة المميزات والخصائص الموجودة عنده، ومن ثم عملية التفاعل التي أستطيع حصر في مجال التفاعل مع طبيعة التطبيقات الموجودة عندي، نتعلم من أدوات الذكاء الاصطناعي، وأيضا نقوم بعملية تعليمها، ثم عملية التفويض وخاصة فيما يتعلق بالخصوصية الموجودة عنه، ومن ثم آخر جزء هي عبارة عن عملية الأخلاقيات. طبعا هناك العديد الآن من الأطر التي تم بناؤها لتحديد بالنسبة لأخلاقيات الذكاء أخلاقيات تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه، وأشار بالنسبة لإطار اليونسكو إطار الاتحاد الأوروبي، العديد من الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تقوم بذلك، أيضا في السعودية مركز التعلم الإلكتروني والتابع لوزارة التعليم العالي في السعودية قاموا ببناء بالنسبة لهذا النموذج، أيضا موجود في بعض بالنسبة لدول المغرب العربي، وأيضا بالنسبة في الإمارات العربية المتحدة كإطار وشكل عام، حتى نقوم بعملية التعود لعملية استخدامه، وحتى يكون جزء أصيل من النظام التعليمي والبحث العلمي بشكل عام. طيب حتى نقوم بالنسبة
يعني حتى كمقدمة في عملية التقويم، ودائما هذه السؤال واضح، والسؤال دائما يتم إثارة بالنسبة لهذه النقطة مع عملية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. وبناقش كثير العديد من الزملاء والزميلات في عملية استخدام الذكاء الاصطناعي، بقول لك والله أنا بخاف من حالة الغش، وبحال أن يكون عملية الاتكالية، وعملية بالنسبة للقدرة أو الصح والخطأ وما إلى. لا شك أن هناك بعض المخاطر الموجودة عندي، لا شك. يعني لو جينا نقارن بالنسبة لعملية استخدام الذكاء الاصطناعي في هذه الفترة، بعد تقريبا سنة ونص من عملية إطلاق تشات جي بي تي في 2022، مع الوقت الحالي في البداية كنا نقوم بعملية طرح أسئلة بديهية حتى نتأكد، نقوم بعملية فحص هل الذكاء الاصطناعي يعطينا إجابات صحيحة وإجابات خاطئة، بينما كانت الدول الأخرى تقوم بعملية تطوير نماذج حتى نستطيع استخدامه. نقوم بوضع آيات قرآنية، نقول هل إن الذكاء الاصطناعي يقوم بتفسير الآيات القرآنية بشكل صحيح جدا؟ هل يعطينا بالنسبة لإسناد الأحاديث؟ ما إحنا عارفين، إحنا لو كان عندنا وعي لعملية استخدام وتدريب الذكاء الاصطناعي لما سألناه هذه الأسئلة بشكل عام. فهذه كانت نقاشات كبيرة جدا، إنه الذكاء الاصطناعي تم تدريبه على بيانات 90% أو أكثر من 90% على محتوى باللغة الإنجليزية. وللأسف الشديد، وتكلمنا أكثر من مرة، إنه المحتوى باللغة العربية ضعيف جدا مقارنة مع اللغات الأخرى. وبالتالي شيء طبيعي إنه عملية بالنسبة لتفسير الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وحتى الإعراب باللغة العربية سيكون ضعيف جدا مقارنة مع اللغات الأخرى. وبالتالي ما في داعي نقوم بعملية فحص إلى أي دقة أو بالنسبة لعملية إيش النقاط الموجودة عندنا. وبالتالي النزاهة الأكاديمية هذه بتهمنا، سواء كنا كممارسين أو سواء كنا كباحثين. النزاهة الأكاديمية كانت في البداية خط أحمر نتكلم عنها، حتى كنا إيش نخجل إنه كنا استخدمنا الذكاء الاصطناعي في عملية توليد الأبحاث أو عملية بالنسبة لكتابة الليترشر ريفيو. في الوقت الحاضر لا، بدأنا بكتابته بكل أريحية، بالشرط ان يكون بعمليه الاشاره انه تم استخدام بالنسبه له ادوات الذكاء الاصطناعي والتحديد اي اداه قمت باستخدامها، وهذا شيء طبيعي. ما في عندنا بالعكس، حاليا نكون بعمليه بروف ريدنج، عمليه بالنسبه للتدقيق اللغوي مسموح، ما في اي مشكله. الخوف المخاطر الموجوده الاعتماد الكلي على الاي اي، وهذا شيء طبيعي. حتى قبل مجيء الذكاء الاصطناعي ووجود بالنسبة للتكنولوجيا، كانوا عملية بالنسبة للاتكالية وعمل الاعتماد على الآخرين في كتابة الأبحاث كانت واردة، وهناك العشرات من الحالات الموجودة عندنا كان بعض أعضاء الهيئة التدريسية يقوموا بالاعتماد على الطلاب في كتابة البحث، ومن ثم يقوم عضو الهيئة التدريسية بعض أعضاء الهيئة التدريسية طبعا بنسب البحث له. هذا شيء طبيعي سواء كانت مشكلة التكنولوجيا موجودة أو غير موجودة. هذا كنقطة مهمة جدا. وأيضا المساواة، وهذا نقطة مهمة جدا، المساواة شيء واقع، سواء كانت المساواة بين الذكور والإناث، المساواة ما بين الدول النائية والدول المتقدمة، حتى المساواة ما بين بالنسبة نفس المجتمع الواحد من حين الوضع الاقتصادي. بنعرف أنه بعض التطبيقات، الكثير من التطبيقات الذكاء الاصطناعي المستخدمة حاليا تحتاج إلى عملية إيش دفع، ومش كل الأشغال هناك بالنسبة لها متاح، خلينا بالنسبة بعض الخصائص الموجودة عندي. الآن جودة المحتوى ما بين النسخة المدفوعة والنسخة غير المدفوعة مختلفة نوعا ما، وبالتالي ممكن هنا نكون عملية المساواة في عملية الوصول إلى بالنسبة لجودة المحتوى الموجود عندي. وهنا أتكلم عن جزء آخر وهو عبارة عن الجودة، وهذا الجودة كعضو هيئة تدريسية، كمدرس، كباحث، أنت الذي تستطيع الحكم إلى أي مدى بالنسبة للمخرجات الموجودة عندي من أدوات الذكاء الاصطناعي ممكن تكون الجودة بتاعتها عالية أو منخفضة، بغض النظر إذا كان بحث علمي أو حتى إذا كان بالنسبة له خط الدرس او اي جي معين. الجزء الاخر متعلق بخصوصيه البيانات. حسن الحظ تاعنا احنا نستخدم كممارسين الذكاء الاصطناعي التوليدي، وبالتالي الخصوصيه انا اعتبرها بالنسبه ايش خلينا نقول كجاي متوازن، لانه معظم ادوات الذكاء الاصطناعي باستثناء ريبليكا التي تحتاج الى بعض البيانات المتعلقه بالوضع النفسي والوضع الاقتصادي، ولا ما تبقى تطلب فقط عباره عن البريد الالكتروني، معلومات بسيطة جدا يتم مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبالتالي نستطيع ان نقول ايش خصوصية البيانات هنا في الذكاء الاصطناعي التوليدي ليست كبيرة جدا مقارنة مع الادوات الاخرى، وخاصة فيما يتعلق بالنسبة لها في الجانب الطبي او في الجانب الصحي بشكل. كجزء مهم جدا حتى نقوم بعملية عرض وين احنا وين العالم موجود، ان هذا عبارة عن مجموعة من احصائيات العالمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل عام، وهو عبارة عن سواء كان بالنسبة لأعضاء التدريسية بالنسبة للإديوكيترز بيسموه الإديوكيتر
الوعظ التدريس الهيئه التدريسيه في الجامعات، وايضا بالنسبه لمين؟ للمدارس بشكل عام. وبالتالي عمليه التقييم الموجوده عنده وعمليه الاستبيان كجزء موجود عندي كان يتعلق بعمليه بالنسبه للوعي لاعضاء الهيئه التدريسيه، وايضا بالنسبه للقلق او الكونسينس بشكل عام. لو بالنسبه لعمليه الاويرنس طبعا لاعضاء الهيئه التدريسيه بشكل عام في مؤسسات التعليم العالي اعلى بكثير، حوالي اكثر من 82%، في حين انا بالنسبه للمعلمين في المدارس حوالي تقريبا 58%. وهذا الشيء طبيعي وواضح، والسبب في ذلك انه طبيعه المعلمين في المدارس ما بيقوموا دائما باستخدام التكنولوجيا مقارنه مع اعضاء الهيئه التدريسيه في الجامعات وفي التعليم الجامعي. الجزء الثاني بالنسبه لعمليه القلق لاستخدام الذكاء الاصطناعي، القلق كان متنوع سواء كان استخدامه في عمليه اداء المهمات او استخدامه في الممارسات التعليميه وفي عمليه ايش؟ الاختبارات اونلاين بشكل عام. أعضاء الهيئة التدريسية عندهم حوالي تقريبا 70% من عملية إيش القلق من استخدامه بطريقة سيئة، في حين أن بالنسبة للمعلمين عندهم إيش القلق تقريبا ماله حوالي 62 أو 63% كجزء. الجزء الآخر بالنسبة لطلاب الجامعات بشكل عام في عملية استخدام الذكاء الاصطناعي، كيف إنه قاموا باستخدام الشات جي بي تي؟ حوالي تقريبا أكثر من 85% قاموا باستخدامه في عملية إيش توظيف بالنسبة في الهوم وير الواجبات المنزلية، في حين أن حوالي تقريبا 45% أو 50% منهم قاموا بعملية استخدامه في كتابة إيش المقالات. وآخر جزء موجود عندي 42% استخدموه في عملية إيش الاختبارات اليومية والاختبارات الإلكترونية في البيت الموجود عندي. إذا معناته الاستخدام قائم شئنا أم أبينا كأعضاء هيئة تدريسية. الجزء الآخر فيما يتعلق بالنسبة لعملية، هل هناك في مؤسسات التعليم العالي، وانا اتكلم سواء كان في داخل فلسطين او خارج فلسطين بما ان زملاء من الدول العربيه، الى اي مدى موجود في مؤسسات التعليم العالي سياسه واضحه لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي؟ نادر جدا ما تكون موجوده. كما ذكرت ان نتكلم عن الذكاء الاصطناعي في هذه العمليه التعليميه نتكلم باستحياء، نتكلم من تحت الطاوله، انا مش عارف نستخدم ولا ما نستخدمش، بتخاف الطلاب يستخدموا. في الدراسات العليا لازم نحط نسبة 6%، في دراسات عليا كليات أخرى والله الطلاب قاموا بعملية الكتابة ليش كل المقالة والاختبارات الإلكترونية الكاملة كانت من خلال تشات جي بي تي. شو عرفك قمت بعملية الفحص، والفحص مش دائما بده يكون دقيق 100%، وراح أثبت في بعض الدراسات الموجودة عندي. طيب السياسة واضح، نسبة حوالي تقريبا 58% من المستطلع اراهم انه موجود في سياسه واضحه لعمليه الاستخدام. وهذا طبعا السياسه يقصد بها انك انت كعضو هيئه تدريسيه تستطيع ان تقوم ببناء سياسه خاصه لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المقرر تاعك كجزء. انت حر في عمليه انا بدي استخدم الذكاء الاصطناعي في المقرر تاعي في تنفيذ اجزاء من المهام بشكل عام، في حين بينما بحوالي تقريبا 18% او 10% اشاروا ما في عنده، وعنده حوالي تقريبا 5% تقريبا قالوا انهم ما عندهم اي فكره بشكل عام. اما بالنسبه بشكل عام للطلاب بشكل عام او بالنسبه لاعضاء الهيئه التدريسيه بيقولوا انه نسبه كبيره جدا 54%، نعم موجود السياسي والسياسه نقوم باستخدامها في المقررات الموجوده يعني. وبالتالي طبعا انا كيف بدي اقوم بعمليه اجراء بعض الدراسات الموجوده عندي؟ انا عندي بالنسبه لدراسه من جامعه مجموعه باحثين من جامعة ستانفورد قاموا بعملية إجراء دراسي كامل تبين أن الغش ما قبل ظهور الشات جي بي تي وما بعد لم يتغير، حيث أشاروا أن 60 إلى 70% من الطلاب أنهم قاموا بعملية الغش في أداء المهام عام 2023، وهذا تغير عما كانت عنه سابقا قبل ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي. هذا جزء مهم جدا، عملية الغش واستخدام بالنسبة للتطبيقات الموجودة عندي ليس لها علاقة بالتكنولوجيا. حتى قبل ظهور الذكاء الاصطناعي بشكل عام كان موجود عندنا حالات الغش، كان يكون بعملية ايش؟ عملية مثلا استئجار شخص يكون بأداء المهام بشكل عام. بعض الباحثين كانوا يكون بعملية انتحال بعض الأبحاث للزملاء، وبالتالي عملية الانتحال أو عملية خلينا عملية نسبة التشابه بدي أسميها بين قوسين ليست مرتبطة بالتكنولوجيا، وإنما تكون مرتبطة بالنظام التعليمي أو بالثقافة العامة الموجودة لعضو الهيئة التدريسية، ومن ثم بالنسبة لأخلاقيات البحث العلمي الموجود عندي. أيضا لو جينا لنقطة ثانية ومهمة جدا أن نفكر فيها دائما أصحاب صناع القرار،
انه قبل ما يتم عمليه اعتماد استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي او استخدامه في عمليه التدريس، اي اداه من ادوات الكشف عن كتابه الذكاء الاصطناعي سنقوم باستخدامه. لا نستطيع استخدام اي اداه ونقول هذه اداه دقيقه 100%، وعده اسباب، وسبب بسيط جدا عن تجربه. نستطيع كتابه بالنسبه اي مقاله من داخل البحث من استخدام الشات جي بي تي او من اداه من ادوات الذكاء الاصطناعي، في نفس اللحظة نقوم بعملية إدخاله على تطبيق آخر يقوم بعملية إيش؟ تحميل الجمل. وهذا الشيء طبيعي معروف، احنا عارفين أن عملية الذكاء الاصطناعي السياسي بتاعته تقوم بعملية فحص عملية الترابط ما بين الجمل، عملية التشابه، وبالتالي إذا كان ثلاث جمل أو أربع جمل بإمكاني أغير كلمة أو كلمتين فيها، وهذا الشيء طبيعي. إذا معناته أقوم بخداعه بكل بساطة، وهذا مجرب بشكل كبير جدا. ثم التباين الكبير في نتائج ادوات الكشف، هذه كانت واضحه بشكل كبير جدا في العديد من كليات الدراسات العليا لطلبه الماجستير والدكتوراه. اختبار اونلاين او بالنسبه لمهمات، تم الفحص استخدام ال 10 ان اي اي ديتكتور، كانت نسبه معينه. استخدمنا اداه زيرو تشات جي بي تي، اعطانا نسبه اخرى. استخدمنا اداه اخرى طيب رايتر، واعطاني ايش؟ ما في كتاب الذكاء الصناعي. كان هناك تباين كبير جدا، اذا معناته لا نستطيع الاعتماد على مثل هذه الاداه. والسبب في ذلك واضح وبسيط، انه ممكن الشخص، ممكن الكاتب يكون بعمليه التعديل، ثم السبب الثالث الموجود عند عمليه التغيير المستمر في التطبيقات والسياسه. على سبيل المثال التيرن ان كان بعمليه ايش؟ تطوير الاي اي ديتكتور، وبدا يكتب من 0 الى 20. من 0 إلى 20 تعني هي المقصود في أنه ربما هذه تكون كتاب الذكاء الصناعي وقام المستخدم بتعديله، أو ربما أنه كان بالنسبة لعملية هي كتابة إنسان. إذا عملية علم الدقلين بسبب هذه النتيجة، العديد من الجامعات ألغت اشتراك الـ AI ديتكتور، وبالتالي أصبح أنه فقط تستخدم الـ Turn In، والعديد من الجامعات الدول العربية قامت بإلغاء هذه الخاصية بشكل عام. الجزء الثاني، من خلال المحاضرات السابقة يوم السبت 1/6 ويوم الأربعاء، وجدنا هناك إيش نقطة مهمة جدا، أنه أدوات الكشف عن كتابة الذكاء الاصطناعي ليست دائما صحيحة، وبالتالي أصبح أيضا هناك اتجاه لدور النشر، أنه بدأ عملية إيش الاستغناء والسماح للباحثين، وخاصة نتكلم هنا عن البحث العلمي، أن يقوم بالإعلان أنه قام باستخدام بالنسبة أدوات الذكاء الاصطناعي في مرحلة محددة من البحث، ويجب عليه الإعلان ماشي أنه استخدم الأداة كذا في بروف ريدنج، ومسؤولية الباحث عن مين؟ عن دقة المعلومات الموجودة عندي. كجزء الجزء الثاني نقطة مهمة جدا، عملية الـ AI detector تكون متحيزة ضد المستخدمين لمين؟ غير الناطقين باللغة العربية، باللغة الإنجليزية عفوا، وهذا شيء معروف. ممكن بالنسبه لايش؟ واكثر شيء اللي بنظلم في عمليه الاي ديتكتورز احنا بالنسبه لها اللي عندنا اللغه الانجليزيه اللغه الثانيه بشكلها. الجزء الثالث نقطه مهمه جدا، عمليه العوده الى الاختبارات القلم والورقه يؤدي الى عمليه تقليل فرص تطوير المهارات الرقميه للطلبه، ويكون تحديا للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصه. دائما احنا بنتكلم عن عمليات استخدام التكنولوجيا بشكل عام، ليس فقط لطلاب الاصحاء، وانما ايضا لعمليه الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة كجزء مهم جدا. بالعكس، بالنسبة لهذه الأدوات ساعدتهم في عملية الدمج، ساعدتهم في عملية الانخراط في المجتمع الدراسي بشكل عام، سواء كان ذوي إعاقات سمعية أو إعاقات بصرية، أو حتى بالنسبة لعملية الإعاقة الذهنية البسيطة أو المتوسطة بشكل عام. من هذا السبب، وكما نقول دائما elephant in the room، الفيل في داخل الغرفة، بمعنى آخر انه احنا شايفين المشكله الموجوده عندنا، عارفين ان الطلاب يقوموا باستخدام ادوات الذكاء الاصطناعي، والسبب في ذلك معروف وواضح، انه احنا نمنع عمليه الاستخدام ولا نتكلم عن الان بطريقه خلينا الطلاب في استخدامه، وبنقول دائما ممنوع، لكن لو كانت هناك طريقه معينه، طريقه نسمح للطلاب نسمح للطلاب بمعرفة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي واستخدامه، لما وصلنا لمثل هذه الدرجة. عملية الحظر، أنا ضد عملية الحظر بشكل عام مهما كانت، لعملية إيش؟
استخدام بالعكس في المقررات تاعتي. راح تلاحظ اني في كل المقررات تاعتي في عندي مكتب بالنسبه لايش؟ سياسه استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، استخدم ولكن انا بحدد وين تستخدم، وبالتالي صار عنده اخلاقيات يعرف ويعلن ان انا استخدمت الذكاء الاصطناعي، ويقول بكل صراحه استخدمته في عمليه الكتابه ولكن قمت بعمليه ايش؟ التطوير والتعديل. حظر الذكاء الاصطناعي يمنع الطلاب من عمليه التطوير المستمر، وخاصه في مجالات اخرى، ليس فقط في مجال التربيه تاعنا، في مجال بالنسبه للبرمجه، في مجال الصحه، في عمليه التطوير الذاتي بشكل عام، عمليه اكتساب مهارات القرن الحادي والعشرين التي ساتكلم عنها لاحقا، وخاصه فيما يتعلق بعمليه ايش؟ عمليه التفكير الناقد، التفكير الابداعي، عمليه حل المشكلات، عمليه تقييم معتمده على المشاريع، عمليه الامتحانات، عمليه بالنسبه للبرزنتيشن، كل هذه تعتبر ادوات من ادوات التقييم التي نستطيع الاعتماد عليها في عصر الذكاء الاصطناعي. هذه الانماط لا يستطيع الذكاء الاصطناعي ايش؟ يقوم بمحاكاتها، لان هي لها علاقه بالسياق. وبالتالي بكل بساطه نستطيع تصميم ادوات للتقويم بشكل عام تعتمد على طبعا بالنسبه هذا الداعم، انه لابد ان نقوم عن ادوات تقويم بشكل عام. بالنسبه لرئيس قسم التطوير المهني في جامعه هونغ كونغ، واستخدمت كثير بالنسبه للبرزنتيشن تاعت الجامعه في عمليه التطوير للمهارات التقويم بشكل عام، انه يجب على المعلمين تطوير مهارات التقييم، مهارات التفكير النقديا وتحليلا لتجنب الانتحار. ممتاز جدا، يعني انا بامكاني اطلب من الطالب ان يكون بعمل، خلينا نقول إيسي او مقال معين في مجال التصميم، اقول له قم ببناء مقال من تصميم بنائك انت ماشي، ادخلها على الذكاء الاصطناعي، اطلب عمليه تطويرها، ومن ثم اقوم باجراء المقارنه. تعلم عمليه نقد الكتابه بتاعتك، نقد ما تم كتابته من ادوات الذكاء الاصطناعي، ما هي المهارات اللي انت ايش كنت بحاجه لعمليه تطوير مهاراتك، هذا كجزء مهم جدا. وهذا هو اصلا المبدا الاساسي لمهارات التقييم، او بالنسبه لعمليه التقييم في التعليم الجامعي بشكل عام. النقطه الثانيه والمهمه جدا لابد ان نتكلم عنها بشكل واضح وبشكل صريح، انه حتى يتم عمليه دمج ادوات الذكاء الاصطناعي سواء كان في التدريس او في عمليات التقييم، لابد ان يكون هناك سياسه واضحه لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مؤسسات التعليم العالي. لا نحتاج الانتظار من وزارة التعليم العالي في أي دولة حتى تقوم باعتماد سياسي. كل جامعة تقوم ببناء، كل عضو هيئة تدريسية يقوم ببناء سياسته لاستخدام الذكاء الاصطناعي، لأن الطلاب أصبح لديهم مهارات متقدمة في عملية استخدام الذكاء الاصطناعي واستخدام التطبيقات المساندة. مثل ما كان في عندي أدوات الذكاء الاصطناعي الـ AI Detector، أصبحت هناك تطبيقات لإعادة كتابة أدوات الذكاء النص الذي تم توليده بالذكاء الاصطناعي على كتابة بشرية، هذا شيء طبيعي. إذا مثل ما كان في عندي بالنسبة له عملية كشف عن الـ AI، أصبح هناك تطبيقات لإعادة النص تعليميا لا كتابة ايش؟ هيومن رايتنج بشكل عام. وبالتالي احنا الهدف من أدواتنا لإعادة التصميم وإعادة الابتكار لأدوات التقويم في مؤسسات التعليم العالي، حتى يكون عندنا ثقافة أولا لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ثقافي ان الطالب يعلن انه يستخدم هذه الاداه، ويكون عنده بالنسبه ايش؟ اخلاقيات لاستخدام الذكاء الاصطناعي. ليش يخاف الطالب انه يكون استخدم ما عنده اي مشكله. احنا بشكل عام كباحثين كلياتنا بنقوم بارسال البحث تاعه للبروف ريدنج للشركات حتى نكون واقعيين، وبندفع عليها 200 و300 دولار. لماذا يسمح لي باحث ان اقوم بارسال البحث تاعي الى شركه او مؤسسه حتى تعمل بروف ريدنج، في حين لا يسمح لي باستخدام بالنسبه لادوات الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي 4 او 4.0 كجزء؟ لماذا؟ وكل 20 دولار. يسمح الان في دور النشر، العديد من دور النشر قامت بالسماح لعمل بروف ريدنج، وشخصيا انا نشرت ابحاث ثلاثه واربع ابحاث استخدمت فيها الذكاء الاصطناعي في البروف ريدنج، وكتبت انا الاجمل شكرا للاوبن اي اي استخدمته في البروف ريدنج، ومسؤوليتي انا كشخص في عمليه التدقيق اللغوي بعد ما انهى تشات جي بي تي، إن ما تغير المعنى وما تغيرت الدقة والسيتيشن كمان. هاي بالنسبة كمثال
إعادة تصميم أدوات التقييم اللي يكون عندك سياسة واضحة ماشي واضح استخدم في مجالات موجودة عندي. طبعا كاتب إنتاج الصور استخدم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، التوليد عادي جدا ما في أي مشكلة، ولكن أهم شيء في الملحقات تكتب لي شو البرومت اللي استخدمته وشو التطبيق اللي استخدمته فقط حتى الطالب يتعود ويكون بالإعلان عن المصادر التي قام باستخدامها. لماذا يسمح للطالب يكون باستخدام الأدوبي إليستريتور أو أدوبي فوتوشوب ولا يسمح لاستخدام ديلي 3 مثلا على سبيل المثال أو تشات جي بي تي 4؟ مو أيضا في عندي هندسة الأوامر، مثل ما هناك عنده مهارات في استخدام التصميم والابتكار، في عندي أيضا مهارات الكتابة بالنسبة لهندسة الأوامر أو هندسة المستجيبات اللي تعتبر إحدى الوظائف القادمة، وظائف المستقبل، Generic Prompts، هذه موجودة عندي. هذه كنقاط مهمة جدا يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. الآن بالنسبة لعملية حدوث عملية التعلم أو النماذج التي يمكننا استخدامها في عملية إيش؟ في عملية التعلم بشكل عام. في عندي مثل ما إحنا بنستخدم دائما في النظام التربوي ونظرية الاتصال، في عندي بالنسبة لعنصر من عناصر نظرية الاتصال أن المتعلم يكون مستقبل. وهنا المبدأ الأساسي مهم جدا أن يكون في عصر الذكاء الاصطناعي كأحد النماذج أن يكون الطالب مستقبل أو المتعلم مستقبل، يعني بمعنى آخر أن يقوم الذكاء الاصطناعي بتوجيه المعرفة والزملاء المعلمين والمعلمات اللي في اللغة الإنجليزية اللي بيستخدم جيلينك ويعتبر في هذا المجال كأحد النماذج الداعمة الموجودة عنده، أن يكون يوجه المعرفة بالنسبة للمتعلم بناء على اختبار قبلي بشكل عام. الجزء الآخر أو النموذج الثاني يكون المتعلم متعاون مع الاي اي، وهذا مهم جدا وهذا ما نسعى إلى تحقيقه في التعليم الجامعي، أن يستطيع كمتعاون كخلينا نقول فريق عمل ما بين مجموعة الطلاب والذكاء الاصطناعي بشكل عام، سواء كان في عملية تنمية مهارات التفكير الناقد أو بالنسبة للتفكير الإبداعي بشكل عام. وهنا يكون مهم جدا أنه يكون بالنسبة للذكاء الاصطناعي داعم للمعرفة بشكل عام، سواء كان في استخدامه التوليدي بشكل عام النصوص والصور ومقاطع الفيديو حتى في لغات البرمجة في هندسة الكمبيوتر وعلم الكمبيوتر بشكل عام. والعالم الآخر موجود عندي بيكون في هذا الآن بالنسبة للمتعلم يوجه المعرفة ويكون الذكاء الاصطناعي ماله ممكن لها من خلال ايش؟ اثراء المنهاج او اثراء المهارات والمعارف الموجوده يعني. وكجزء اخر كان مقدم، يعني احنا كنا دائما على مدار تقريبا سنه، تقريبا على السنه اللي بدانا بالحديث عن كيف نستطيع استخدام الذكاء الاصطناعي في التقييم، كيف نستطيع استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم. بشكل عام كنا في البداية نقول نعم استخدام الذكاء الاصطناعي وعدم استخدام الذكاء الاصطناعي. يس اور نو. طيب فما في شيء بينهم. إذا قلنا يس إلى عليها خلينا نقول لها ما عليها وإذا قلنا نو في عندي مشكلة ثانية، الطلاب أصلا متمكنين. إذا في عندي الشيء الوسط يجب أن نكون بمعالجته. أول جزء كان هو عبارة عن ثقافة الذكاء الاصطناعي لأعضاء الهيئة التدريسية بشكل عام. نشرح لهم شو طبيعة الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي لن يحل محلك كعضو هيئة تدريسية، بالعكس سيكون داعم إليك. كون فاهم شو مقصود بالذكاء الاصطناعي، ليس كل ما يتم توليده في الذكاء الاصطناعي يتم قبوله بشكل كامل. وأيضا بالنسبة للطلاب، الطلاب أصبحوا يستخدموا بالنسبة للذكاء الاصطناعي. فهنا السبب بدأنا في عملية تقسيمه إلى 3 فئات. الفئة الأولى عدم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مش مسموح لك تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي، وهذا شيء واضح سواء كان في الامتحانات المباشرة غير المرئية أو حتى بالنسبة للامتحانات المباشرة ممكن الوجاهية بشكل عام داخل القاعة، بعض الاختبارات بالنسبة عبر الإنترنت، أيضا بالنسبة لعملية البرزنتيشن أو بالنسبة للأورال إكزامينيشن خاصة في العلوم الطبية بشكل عام، أيضا في المختبرات والتطبيقات العملية سواء كان في العلوم الهندسية أو في العلوم الطبية أو بالنسبة في العلوم الطبيعية، ومن ثم عملية ايش؟ التقييمات القائمة على عملية مناقشة المشاريع كجزء. هل أول فئة موجودة عندي وما عندنا خلاف فيها، لأننا نقوم بعملية إعادة تصميم أدوات التقويم تاتا حتى تأخذ هذه الفئة. الفئة الثانية أني أسمح بعملية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي كدور مساعد، كدور مساعد إلي أنا، أني أنا قمت بكتابة البحث تاعي وفي مجلة بشكل عام، بدي اقوم بعمليه ايش؟ اعاده عمليه هيئه المحتوى بشكل عام، اعاده عمليه الصياغه كجزء مهم جدا، اخذه بشكل عام اقوم بعمليه البيبر تاعتي بشكل عام، اقوم بادخاله على تشات جي بي تي واطلب منه عمليه اعاده الترتيب او اعاده الكتابه لفقرات محدده
كجزء معين، ممكن احتاجه في عمليه الترجمه، مهم جدا. ممكن اطلب منه عمليه كتابه ملاحظات عن الكتاب بتاعه، اعمل عمليه تقييم ذاتي او عمليه التدقيق، وهذا ممكن نسميه عمليه التقييم الذاتي اني انا قبل ما ابعث، وهذا جزء مهم جدا. سابقا قمت بتجربه بعض الابحاث التي طلب مني اقوم بعمليه محكم لها، دخلت الروبريك تاعتي بالنسبه للنقاط التي تراد عمليه تقييم البحث عليها، وقلت قيم لي هذا البحث بناء على هذا الروبريك الموجوده عندي. كان التقييم رائع جدا، ولكن هناك بعض عمليه التدخل البشري، ولكن بعض المخاطر الموجوده عندي. دخلت بحث اخر في مجال مختلف، كان عمليه التشابه، وكانه تدرب على هذه الطريقه، اذا معناته في عنده تكون بعض المخاطر الموجوده عندي وبعض ايش؟ خلينا نقول الفرص التي تمنحني كمحكم. النوع الثالث او الفئه الثالثه لو يكون عفوا الذكاء الاصطناعي دور اساسي، وهذا مهم جدا، اني انا اعتمد على الذكاء الاصطناعي في كل خطوه من خطوات البحث تاعي بشكل عام. سواء كان في عمليه بالنسبه لاعاده الصياغه، هيكله المحتوى، توليد الافكار، مقارنه المحتوى ما بين المولد بواسطه الذكاء الاصطناعي والكتابه البشريه، انشاء المحتوى باساليب محدده موجوده عندي انا، اعطيه بالنسبه للاسلوب الموجود عندي، كتابه انجليزيه متوسطه، بسيطه، متقدمه، ومعقده، وما الى ذلك. هذا كجزء مهم جدا، اذا معناته انا عندي ثلاث فئات. اذا اصبح عندي مجال، بدانا بعمليه التطوير، بدانا ببناء هذه الثقافه من يس نو الى ثلاث فئات، عندك خيار تفضل شوف اللي بدك اياه انت، وبالتالي اصبح دور لعضو الهيئه التدريسيه ايش؟ اكثر توجيها لمين؟ لاستخدام هذه التكنولوجيا بشكل عام. ايضا في عندي النماذج الاخرى الاكثر خلينا نقول تطورا، بدانا في عمليه التطوير شوي شوي، انه يكون في عمليه ايش؟ عمليه كتابه الافكار بشكل عام، او عمليه كتابه مخطط المشروع. ان انا اقول له اكتب لي مخطط مشروع مهمي معين حتى نشوف كيف ممكن انه ايش يساعدني في عمليه البناء، كجزء مهم جدا. بس اخذ عفوا الدكتور محمد موجود في نعم دكتور. في ناس في الويتنج روم. اوكي طيب، هاي كجزء اوكي مخطط المشروع، هاي كجزء او نسخه اوليه واداه تعليم. خليني اعطيه امثله، انا بدي اقوم بعمليه التدريب حتى استطيع متمكن الاستخدام. طبعا ممكن ما تزبط، ممكن مشت معي، ممكن ما تمشي مع الدكتور بشير باللغه العربيه والدكتور محمد مثلا في اتجاه اخر، والدكتور انور في تكنولوجيا التعليم، ولكن هنا نقطه مهمه جدا، نبدا في اختيار ادوات التقويم المناسبه للسياق بتاعنا. احنا بنعرف عمليه دمج التكنولوجيا واستخدام ادوات التقويم تحقق ثلاث شروط لتحقيق اهداف محدده لفئه محدده خلال فتره زمنيه محدده، هذه الشروط الاساسيه الثلاثه الموجوده عندي، وبالتالي اذا معناته انا بستفيد من هذه الشروط الثلاثه في وين بده يكون بالنسبه لموضوع الذكاء الاصطناعي، وين بدي استخدمه؟ وهذا نفس الثلاث مشاريع او الثلاث نماذج التي نستخدمها في عمليه التدريب. المطلوب في المخطط ان استخدام الارشادات المناسبه لانشاء خطط ومخططات تقريبيه. استخدم الذكاء الاصطناعي لتوليد الشات جي بي تي او جيمني او بارد او اي اداه انت بتشوفها بالنسبه لها فاميليار معها في عمليه بناء بالنسبه للمخطط، كجزء مهم جدا. الخطوه الثانيه والمهمه، وهذا دور الطالب ودورنا كفريق، ما حصلت عليه من الذكاء الاصطناعي شاركه مع اعضاء الفريق حتى تقوموا بعمليه مناقشته. هنا صار عندي عمليه ايش؟ تنميه عمليه التفكير الناقد، يقارن شو اللي تغير موجود عنده مناسب ولا لا للمهمه، هكا جزء مهم جدا. يقوم بكتابه المقدمه، ككتابه مقدمه بسيطه عن المشروع بشكل عام. ثم عمليه النسخه الاوليه، أن يكون بعملية أطلب من الطالب كتابة باللغة الإنجليزية أو كتابة باللغة العربية غير دقيقة، جرب داخلها على تشات جي بي تي شوف التغيير الموجود عندي، مقارنة أو شرط أساسي، سلمني النسخة الأصلية والنسخة المعدلة حتى أكتب كتابة الريفليكشن، أعمل ورقة التأمل، ما الفروقات؟ هذا كمان نقطة مهمة جدا، أنه ليس فقط مثل ما نقول باللغة العربية أسلم رقبتي له، حتى يشعر الطالب انه في عمليه جديه موجوده عنده، في عمليه تدقيق. نعم هذه اعمال خلينا نقول عبء كبير جدا على عضو الهيئه التدريسيه، وخاصه عندما يكون عدد كبير جدا من الطلاب، او في عنده بالنسبه مهمات كثيره جدا،
والجزء الأخير عبارة عن أداة تحليلية، المقارنة ما بين كتابة الإنسان وكتابة الذكاء الاصطناعي، كتابة عملية توليد الصور الموجودة عندي والكشف عنها. إذا أصبح عندي أيضا 3 نماذج أو 3 احتمالية لاستخدام الذكاء الاصطناعي: مخطط، نسخة أولية، أداة تحليلية. نيجي للجزء الثالث وهذا هو المهم جدا، التي بدأنا بها وبدأ فيها ليون كتفكير معين، وهو عبارة عن طالب دكتوراه من استراليا، بدأ بهذا التفكير بهذه الطريقة. كنا من البداية يس نو، ممتاز جدا. وهذا هو نموذج لتقييم مخرجات أو تقييم المهمات التي كنا نستخدم الذكاء الاصطناعي، ليس لتقييم جودة المخرجات الذكاء الاصطناعي. أنا بدي أستخدم في تقييم مهماتي إلى أي مدى قام باستخدام الذكاء الاصطناعي، وليس لتقييم طبيعة المحتوى الذي يتم توليده بالذكاء الاصطناعي. هناك فرق شاسع جدا ما بينه. فبالتالي كان عندي بالنسبة للمحور الأول كان في البداية مستوى ديكارت الخماسي من 1 إلى 5، بحيث من 1 شو يعني 1 وماذا يعني 5؟ 1 بدون استخدام الذكاء الاصطناعي اللي هنا تسمى، كان تتذكر فيها 1، مع أو استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل كامل، لو كان خلينا نسميها بين قوسين الفئة الثالثة. طيب معناته في عندي في الفئة الثانية يجب أن أقوم بعملية تحديد، لازم يكون عندي مجال روبريك من 1 إلى 5، إذا كنت أحط علامة بشكل عام للطالب. فكانت عملية بالنسبة للبناء الموجود عندي: توليد الأفكار بمساعدة الذكاء الاصطناعي، عملية تحرير بمساعدة إكمال المهام بمساعدة الذكاء الاصطناعي. وهذه كجزء، طبعا هذا كأول عرض كان موجود من 1 إلى 5، ثم عملية تطوير من 0 إلى 4، ولاحقا من 0 إلى ما لا نهاية، وطبعا ممكن 1 تربة، ولاحقا حسب بالنسبة للعلوم التكنولوجية في بغداد قالوا يا عمي طيب وين تصنيف بلوم الجامعة بالنسبة لها كلية العلوم الطبية كلية العلوم الطبية والصحية، قالوا في نقطة مهمة جدا تتعلق في عملية بالنسبة نضيف عمود آخر يحطون بعض، كل ذلك عملية التطور، وهنا عملية إيش الكيس ستادي الموجودة. ماذا نعني بصفر؟ نعني بصفر عدم وجود استخدام الذكاء الاصطناعي، لا يجب استخدام الذكاء الاصطناعي في أي مرحلة من مراحل المهام، ممنوع بغض النظر شو طبيعة المهام الموجودة يعني. بغض النظر حتى لو كانت خلينا نسميها بالنسبة لمهمة، خلينا نقول بنسميها يعني خلينا نقول مقالة، كتابة مقالة موجودة، ممنوع تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل كامل. هذه نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية، توليد الأفكار والبنية بمساعدة الذكاء الاصطناعي. رقم 1، يسمح للطالب باستخدام الذكاء الاصطناعي في عملية العصف الذهني، في عملية إنشاء الهيكلية للبيبر بشكل عام، عملية أو لا أفكار لتوليد لتحسين العمل. ولكن كنقطة مهمة جدا، لا أسمح للطالب باستخدام المحتوى الذي تم توليده في التسليم النهائي للمهام. استخدم، ولد زي ما بدك أفكار، خذ الهيكل الموجود عندك ماشي، ولكن لا يسمح لك باستخدام المحتوى الذي تم توليده باستخدام الذكاء الاصطناعي. هاي كجزء مهم جدا، ولكن أنا سمحت. النقطة الثالثة والمهمة جدا، تحرير بمساعدة الذكاء الاصطناعي، إني أنا أقوم بتكليف الطالب بكتابة البيبر بشكل عام، خلينا نقول بالنسبة كتابة بدون استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ماشي، ومن ثم أدخله على استخدام الذكاء الاصطناعي وحسن، ولكن يجب تقديم العمل الأصلي كأنه إيش كملحق. هاي طبعا تم إضافتها لأنه صار نقاش مع مكتب نائب الرئيس عندنا في الجامعة للجودة وكلية القانون، قالوا طيب كيف يعني أنا بدي أميز ما بين 1 و2؟ فهنا كان أوكي، في ممكن أن الطالب يقوم بعمل إيش النسخة الأصلية المحدثة بواسطة الذكاء الاصطناعي، سلمها، ولكن سلمني أيضا كملحقات العمل الأصلي لك كطالب. نقطة مهمة جدا، نقطة مهمة جدا، كان اقتراح آخر من الجامعة التكنولوجية أن يقوم الطالب بتحرير
عملية كتابة بالنسبة لورقة التعمل أو الريفلكشن بيبر، برضو فكرة موجودة عندي. العلوم الطبية قالوا خلينا نكون بعملية استخدام بعملية البرزنتيشن عن الورقتين كجزء ممتاز يتم التحرير. ثم عملية إيش؟ استخدام الذكاء الاصطناعي لإكمال مهمة محددة. يفضل في استخدام المهمة على سبيل المثال صور أو رسومات بيانية ممكن يتم تحليلها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ولكن يجب عليه أن يقوم بعملية استشهاد وعملية الكتابة منين استخدم شو البرومبت الموجودة عندي. ممكن يقوم بعمل خلينا نقول مقدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال توليد أو تحويل النص إلى مقطع فيديو يسمح له باستخدامه، ولكن مثل ما ذكرت حسب بالنسبة للسياق عند المقرر اكتب لي بالنسبة للبرومت وأي أداة قمت بعملية استخدامها. وآخر جزء موجود عندي بس شوي اسمحوا لي أقوم برفع الجزء الموجود عندي هنا. أوكي، اللي هي بالنسبة هذه ناخذها. الجزء الأخير موجود عندي اللي هو الاستخدام الكامل، وانه يتم عملية ايش؟ استخدم الذكاء الاصطناعي بشكل كامل في عملك بشكل عام، ولا يطلب منك انه ايش؟ تحدد لي انه هذا بالنسبة استخدمت الذكاء الاصطناعي ولا لا، ولكن طبعا بده يكون موجود عندي ايش؟ جزئية تتعلق بنسميها عملية ايش؟ الانالجمنت اللي قمت باستخدام الذكاء الاصطناعي. هذا طبعا بالنسبة له في عملية شروحات تفصيلية لكيفية استخدام بالنسبة لهذه الأدوات بشكل عام، توضيح ناس سموه المستوى الأول وناس سموه المستوى الثاني والمستوى الثالث، ولكن كلها عبارة عن إيش؟ نفس الأفكار الموجودة يعني. ولكن التطوير الذي تم من خلال عملية الدمج لما يسمى بالنسبة له نتيجة المستويات الموجودة عنده، اللي هو بالنسبة للمستوى موجود عندي ثم النتيجة بشكل عام مع أمثلة توضيحية أكثر كجزء مهم جدا، لأنه هذا مطلوب حسب طبعا هذه حديث تم إضافتها بعد محاضرة يوم الأربعاء من أجل عملية التطوير، وأيضا عملية إيش؟ الاعتبارات الرئيسية الموجودة عندي. طيب كيف أنا بدي أنفذ؟ إحنا ما بدنا نكون فقط خلينا نقول بين قوسين هو عبارة عن عملية شرح نظري بمقدار ما يكون عندي عبارة عن عملي بشكل عام وتطبيق على أرض الواقع. المستوى الأول طبعا معروف لا يوجد ذكاء اصطناعي، وهذا معروف لا يسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي بأي شكل. ما أمثلة على الأنشطة، أنشطة خالية من التكنولوجيا، ممكن تكون مناظرات، ممكن تقييم شفهي، توليد أفكار، عمل جماعي في الصف، امتحانات شفهية، جلسات أسئلة وأجوبة، ومناقشات تفاعلية بين الطلاب والمعلمين. طبعا هذا يتم إجراءه تحت إشراف مين؟ التقييمات التحفيزية منخفضة الخطورة، يضمن الاعتماد على فهم الطلاب. ممكن عملية إذا بدي أربطها لاحقا كمان شوية مع تصنيف بلوم ممكن يكون عبارة عن عملية التذكر بشكل بحيث إنه ما في عندي إيش نقلل من عملية المخاوف على عدم الإنصاف ما بين الطلاب بشكل عام، وخاصة إذا كنا في مناطق نائية. المستوى الثاني مساعدة الذكاء الاصطناعي في توليد الأفكار وهيكلتها، مثل ما قلنا ممكن استخدام في توليد الأفكار، تلقي التقدير راجعة هيكلية، لا يوجد محتوى اصطناعي في الإرسال النهائي كنتيجة. إذا استخدمه كما ذكرنا، ولكن ما تكون بعملية إرساله، ممكن يكون بعملية استخدام أمثلة في العلمي، مساهم في عملية اقتراح مواضيع من قبل الذكاء الاصطناعي بسرعة. وهنا لما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي لا أتكلم عن الشات جي بي تي في البحث العلمي، راح استخدم بعض الأدوات المهمة جدا الأكثر مصداقية للبحث العلمي، لأنه بيهمني مثل ناخذ الاي اي سكوبس موجود من السيفير على سبيل المثال، ممكن ناخذ مثلا كونكتد بيبرز اداه من ادوات الذكاء الاصطناعي تعمل بشكل كبير جدا، ريسيرش رابت بشكل عام مهم جدا اداه مهمه جدا في عمليه الذكاء الاصطناعي، ممكن نستخدم بالنسبه ادوات اخرى تساعدنا في عمليه التحليل. هذه ممكن الاعتماد عليها في البحث العلمي كادوات في توليد النصوص مالها الموثوق، ولكن مقابل ذلك يجب علينا كباحثين نقوم بعملية التدقيق ومن ثم نقوم بعملية الإكمال. الاعتبارات الرئيسية يجب
نكون منتج نهائي من تأليف بشري بحت. هذا كاتفاق، لأنه هذا مهم جدا، لأنه كالمخرج أو كالنتيجة لا يوجد محتوى مكتوب بالذكاء الاصطناعي في النهاية في الإرسال النهائي، إذا مش مسموح لك انتهى، استخدم فيها كمساعد لك. وأنا ألقي هذا المحاضرة، أتمنى أن تكون بعملية الريفليكشن، كيف ممكن هذا ينعكس إيجابيا على أداء الطلاب، وخاصة فيما يتعلق بالنسبة لمهارات التفكير لاحقا وعملية النقد وعملية التحليل المحتوى بشكل عام. الجزء الثالث اللي عبارة عن عملية إيش؟ استخدام بشكل عام، ماشي، يتم استخدامه في عملية تحسين وتحليل العمل الأصلي بدون إنشاء محتوى جديد. طبعا مقارنة إن أقوم بعملية إيش؟ تسليم بالنسبة له ما تم تحريره مع النسخة الأصلية كملحقات. وأيضا بالنسبة لإكمال مهمة بالمساعدة أيضا في عملية إيش؟ التقييم البشري، في عملية الإكمال، في عملية بالنسبة له التنفيذ، وهذا كان جزء من بعض المهام، مثل بالنسبة له إنتاج مقروء أو إنتاج بالنسبة للصور أو ملفات صوتية. وآخر جزء هو موجود عندي بالنسبة لمين؟ المستوى الخامس، وهو الاستخدام بشكل كامل والذي يدعم المهمات من حيث كان صور، مالتي ميديا، ملفات صوتية موجودة أخرى، عملية البروف ريدنج، عملية الأورجنايزيشن، كل ذلك يسمح باستخدامه. ويكتب في النهاية أنا لجمت إني قمت أنا باستخدام هذه الأداة بشكل عام دون تحديد أي نوع من أنواع المحتوى الذي تم إضافته. عملية الربط ما بين هذا المحتوى، ما بين هذا الدليل الموجود عندي مع مستوى بلوم، هي واضحة ومهمة جدا أيضا حتى نساعد في عملية التطبيق بشكل واضح. الصفر اللي هو بالنسبة لمستوى واحد أو مستوى بالنصف الصفري، مستوى بلوم ممكن يكون التذكر والمعرفة، ممكن تكون مستوى عبارة عن مناقشة تمهيدية لعملية استجابة المعلومات من قبل الطلاب بشكل عام، ممكن تكون عبارة عن مهمة ورقية مستخدم فيها عملية إيش معترف فقط مهارة محددة بسيطة جدا تتعلق فيه بالنسبة للطلاب، مناقشة عامة، طرح أسئلة وعجو من قبل الطلاب. خلينا نقول هذا بالنسبة للمستوى الصفري بشكل عام. المستوى الثاني هو عبارة عن تطوير الأفكار بمساعدة الذكاء الاصطناعي، تبريدها من خلال الفهم والاستيعاب، جزء مهم جدا. وأيضا حتى هذا المستوى ممكن يكون عملية التفكير الناقد، نقوم بعملية توليد الأفكار، وأيضا يقوم بعملية تحليل إلى أي مدى هذه الأفكار يستطيع عملية تنفيذه، إلى أي مدى تلبي عملية إيش إمكانياته واحتياجاته بشكل عام حتى يقوم بتنفيذ المهمة. ممكن تقوم بعملية إيش توليد بالنسبة له الأفكار المع والضد، وممكن تكون كجزء من المقارنة عملية بشكل عام. عملية تسار في عملية استكشاف الحلول الممكنة، وخاصة في عملية إيش بعض الحالات الصحية بشكل عام بإمكاني أستفيد منه. ثم عملية التعاون مع الذكاء الاصطناعي التوليدي كتطبيق، كجزء موجود عندي كتطبيق لتوليد هذه الأفكار بشكل عام، الحصول على عملية إيش المقارنة، عملية الأفكار الموجودة عندي، عملية الحصول على تقييم ذاتي، قم بتقييم عملي كثير، إن بعد ما أقوم به كتابة إيميل، وخاصة إيميل مهم جدا، بطلب من الذكاء الاصطناعي عملية تقييم وإعطاء نسبة علامة من 10، وعملية التصحيح، وين التصحيح اللي عمله حتى أكون عارف، هذا كجزء مهم جدا. عملية التحليل جزء، عملية الدمج للذكاء الاصطناعي تحليل وتقييم من خلال عملية التفكير الناقد بشكل عام، ومن ثم معرفة نقاط القوة والضعف لما تم توليده بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومن ثم عملية توليد هذه الأفكار حسب السياق الموجود عندي، ومن ثم عملية الدمج المتقدم للذكاء الاصطناعي بشكل عام، عملية الإبداع، إنتاج بالنسبة لمحتوى تعليمي تفاعلي، استخدام مقاطع الفيديو، عملية تحويل النصوص وما إلى ذلك. الآن بالنسبة لها، ما هي أنواع المهام التي نستطيع استخدامها في عصر الذكاء الاصطناعي بشكل عام؟ طبعا هذا كنقطة مهمة جدا، وفق السياق الموجود عندنا، وفق طبيعة المهمة، وفق بالنسبة للمقررات الموجودة عندنا أو المواضيع الموجودة في هذه المقررات. فأول جزء يعتبر منها بالنسبة للمهام الوصفية بشكل عام، كعملية تسجيل ممكن عبارة عن وصف معين لظاهرة معينة، ممكن يكون عبارة عن تسجيل ملف صوتي، ممكن عملية بالنسبة لتلخيص
لورقة بحثية معينة، عملية بالنسبة له مقال وصفي لظاهرة معينة، أو بالنسبة لاستخدام التكنولوجيا. ده بشكل عام. مهم الثاني، المهام التحليلية، اللي عبارة عن عملية إيش؟ تحليل ظاهرة معينة، عبارة عن تحليل مثلا بالنسبة تحليلات إحصائية، تحليلات نوعية مهمة جدا، إجراء عملية مقارنة ما بين كتابات معينة، أو ما بين بالنسبة خاصة فيما يتعلق بالكتابة، خاصة فيما يتعلق بعملية تفسير الجداول، أو بالنسبة لوصف البيانات التي نقوم بتصميمها أو بتحليلها عفوا باستخدام اس بي اس، أو باستخدام الآموس، أو باستخدام سمارت بي ال اس. وممكن يتم عملية إيش؟ إدخال الصور، ومن ثم عملية تلخيص لهذه الصور، أو عملية تحليل البيانات الموجودة في الصور. المهمات الانعكاسية وأوراق التأمل، هذا فيها بطلب من طلابي يقوموا بكتابة ورقة تأمل على أي مشروع يقوموا بعمله، سواء كان مشروع فردي أو مشروع جماعي. وإحنا بأمس الحاجة له في عصر الذكاء الاصطناعي، وخاصة عندما نطلب من الطالب أن يستخدم الذكاء الاصطناعي في المستوى الثاني، أن يستخدم في عمليات الكتابة وعملية التحرير، ويقوم إرفاق الملف الأصلي مع التحرير، واكتب له أنه اكتب لي ورقة إيش؟ تأمل، ماذا استفدت من الذكاء الاصطناعي؟ قم بعملية تحليل المحتوى، وكيف تقوم بإيش؟ استفدت من الذكاء الاصطناعي في عملية تطوير مهاراتك مستقبلا. وهذا كجزء ممكن مهم جدا، يكون بعملية توليد ممكن مقطع فيديو، ممكن يكون بتوليد تفسير أو تحليل قبل معينة، وعرض باوربوينت. المهام الإقناعية بشكل عام، وخاصة في عملية توليد بعض القضايا المتعلقة بالإقناع، وعملية توليد بالنسبة للدافعية، عملية مناقشة الطلاب وجهات النظر بشكل عام كمقالات عن الظواهر الموجودة عندنا، مقالات تتعلق بالظروف الموجودة عندنا، ظروف سياسية، ظروف اقتصادية، أو أي ظروف أخرى. المهام الإبداعية مهمة جدا، كتابة قصة أو رواية بشكل عام، عملية بالنسبة عن المحاكاة كجزء مهم جدا، وخاصة لما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي موجود عندنا بالنسبة للواقع الافتراضي والواقع المعزز الذي يدعم الذكاء الاصطناعي، موجود عندنا بالنسبة لمركز أبحاث الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في الجامعة. قمنا بعملية إدراج أو دمج الذكاء الاصطناعي مع الواقع الافتراضي والواقع المعزز في عملية إنتاج المحتوى التخيلي، عملية السيميوليشن للواقع الافتراضي، وخاصة لمختبر طب الأسنان، كجزء مهم جدا يسهل حتى نستطيع استخدامه كأدوات الفيرتشوال ريليتي أو الأوجمانتد ريليتي في عملية تقييم الطلاب كموقف تعليمي، حتى مقطع الفيديو نفس الشيء. المهمات الاستجابية، عملية استجابة لسيناريو معين لعملية المحاكاة، حالة معينة كانت سواء كان في الصحة أو في العلوم الهندسية بشكل عام، ونقوم بعملية إيش؟ طالب يعمل دراسة حالة وكتابة تقرير عنها. لاحظوا جماعة، هذه المهمات بشكل عام لها سياق محدد، وبالتالي مهما حاول الطالب أن يقوم بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، فقط يستعان به في عملية توليد الأفكار لكثر، ليس أكثر من ذلك. ويمكن أن يكون بعملية إيش؟ بناء على هذه الأفكار، بناء إيش؟ سيناريوهات جديدة، وخاصة ممكن تلبي بالنسبة لاحتياجات المهمة. فهذه نقطة مهمة جدا في عملية استخدام التكنولوجيا. جزء أخرى، مهام مبنية على التصميم، سواء كان بالنسبة تبعين البرمجة أو بالنسبة لعملية التصميم بشكل عام، يكون بعملية تصميم مخطط معين، تصميم بالنسبة للصور، تصميم بالنسبة لورق بوينت باور بوينت، ومن ثم أو بالنسبة لبورتفوليو ملف الإنجاز، ومن ثم مبنية على المشاركة، عمليات الانخراط بشكل عام. وطبعا هذه ما لها نقطة مهمة جدا، سواء كان ضمن الفريق الواحد أو ضمن بالنسبة للعمل لعب الأدوار بشكل عام، أو سواء عملية التدريب، ويقصد بعملية الانجيجمنت عملية الانخراط. وهنا نحن نتكلم عن التعلم النشط بالنسبة للطالب أن يندمج بشكل كامل، وبالتالي ممكن أن يكون بعملية إيش؟ عمل برزنتيشن بشكل. بالإضافة إلى هذه المهام، يوجد هناك مهام أخرى وفق السياق الموجود عندي، ممكن التقييم الواقعي، هي نقطة مهمة جدا، وأكثر شيء حاليا في الجامعات بدأوا بعملية استخدام، بالرغم أنه مستخدم سابقا أصلا قبل وجود بالنسبة لأدوات الذكاء الاصطناعي، كان عملية التقييم الواقعي كنا كثير نتكلم عنه، كيف أن عملية البرزنتيشن والكشف عن المهارات عن شخصية الطالب بشكل عام. وكثير الزملاء معلمين المدارس كثير كانوا يتكلم عن التقييم الواقعي بشكل عام، حتى يكون بعملية الكشف عن ما لا يتم الكشف عنه من خلال الاختبارات التقليدية أو بالنسبة للمهمات التقليدية بشكل عام. ولكن في التقييم الواقع أصبح حاجة ملحة جدا،
وخاصة عندما يكون هناك اورال برزنتيشنز او بالنسبة لعملية التقييم البرزنتيشن بشكل عام، وعملية العروض مهم جدا انه يكون بالتكلم بين الكشف عنها، التقييم المستمر، وهذا مستخدم. ولاحظوا دائما في الذكاء الاصطناعي لا يعتمد فقط على أداة واحدة، ممكن تكون هي عبارة عن خليط أو كم هائل من أدوات التقييم، سواء كان التقييم المستمر المستخدم في المهمات الفردية الموجودة عندنا، أو الكويزات الشورت كويزز بشكل عام، الاختبارات القصيرة أو النصفية أو النهائي وما بينها بالنسبة للمهمات الأسبوعية بشكل عام. فهذه نقطة معنا مهمة جدا، يجب أن يكون هناك التنوع بشكل عام. ثم عملية التقييم القائم على المشاريع، وبكل بساطة وبكل سهولة نستطيع عملية دمج الذكاء الاصطناعي والاستفادة من إمكانياته. ونحن دائما نقول تسخير إمكانيات الذكاء الاصطناعي في عملية التحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي، نحن بنمثل الحاجة إلى عملية التطبيق الواقع من خلال بالنسبة تسخير هذه الأدوات أو استغلاله. ثم عملية تعليم تقييم الأقران، وطبعا هذا يتطلب من عضو الهيئة التدريسية أن نقوم ببناء أداة تقييم ذاتية، حتى عملية إيش تقييم الأقران، حتى يكون بعملية كل شخص من أعضاء الفريق يقوم تقييم بالنسبة للذكاء الاصطناعي له على هذه المهمة بشكل عام. وهذه نقطة مهمة جدا، الطالب يتعلم من أخطائه وهذا مهم جدا. ثم عملية ملف الإنجاز اللي بورتفوليو ما تم إنجازه بشكل عام، وهنا مهم جدا أن يتم إبراز أدوات الذكاء الاصطناعي التي يستطيع الطالب إتقانها واستخدامها في مجال التخصص تاعه، لغة إنجليزية، لغة عربية، أو بالنسبة لغات البرمجة، أو في أي مجال. وهذه نقطة مهمة جدا، لأن مثل ما قلنا مستقبلا راح تكون هناك شرط من شروط الوظائف الجديدة أن يكون يتقن استخدام بالنسبة لمين أدوات الذكاء الاصطناعي في مجال التخصص، سواء كان في عملية السكرتيريا أو سواء في العمود الطبية عملية التشخيص مثلا على سبيل المثال. إذا معناته اللي راح يصير بالشكل التالي، وصف الوظائف راح يكون مرتبط مهميا مع مهارات الذكاء الاصطناعي، مثل ما كان في عام 1999 دائما بحكيها، كان عندنا في فلسطين محو أمية الحاسوب، ونحن الآن بأمس الحاجة إلى محو أمية الذكاء الاصطناعي من خلال التدريب واكتساب المعلمين وأعضاء الهيئة التدريسية مهارات الذكاء الاصطناعي وثقافة الذكاء الاصطناعي. التقييم التكيفي اللي هو الادابتيف اسسمنت، في 30/5 قامت شركة مايكرو شركة بالنسبة للاوبن اي اي بعملية اطلاق ما يسمى الايديو تشات جي بي تي او جي بي تي، وطبعا بده يكون بعملية العرض التطبيقي الموجود عندنا كجزء مهم جدا، اللي هو مهم جدا، هي عبارة عن ادابتيف ليرنينج ايديو جي بي تي كنموذج، وهذا النموذج تم فقط عملية إيش تدريبه على أبحاث وممارسات تتعلق في مين في عملية التعليم من أجل عملية تحسين التعليم بشكل عام. وهذا طبعا متاح بشكل كبير جدا للجميع، يستطيع الوصول إليه بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بأنشطة، لا اقتراحات أنشطة للطلاب، أنشطة للطلاب، لا التجارب بشكل عام وإلى ذلك. وهذا يسموه عملية إيش؟ كان قبل اسمه أدابت بلير، وعلى ما يبدو تم عملية تعديله بشكل عام لعملية البيرسوناليزد ليرنينج لعملية في السبيشال إديوكيشن، وأخذه كتخصص. لاحظ إنه بدأ بعملية أكثر تخصصا، ليه؟ مين؟ ليه؟ البيرسوناليزد، شخصنة التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة. وهذه مالها نقطة مهمة جدا. ما كان هناك بالنسبة أيضا اسمه بالنسبة للأدابت ليرنينج بشكل عام، وهذا اللي عاملينه بالنسبه للكوميونتي، وايضا الاوبن اي اي جي بي تي كان بعمليه انشاء مثل هذا التطبيق بشكل عام. عندي ايضا بالنسبه لتحليل التعليم ليرنينج اناليتكس، وهذا كجزء مهم جدا، واقصد به العلم القائم على تحليل المتعلمين والحصول بالتعليم، تحليل المتعلمين يبدا من الليرنينج اوبجكتس الموجوده عندي حتى مر بعمليه ما تم تحقيقه. وهنا ناتي الى ما يسمى بمنحنى النظم، اللي هي عبارة عن عملية تحليل المدخلات، العمليات التي تم استخدامها، ومن ثم المخرجات والتغذية الراجعة. وهنا يتعلق بالمدخلات، هو عبارة يتعلق بالنسبة للمدخلات البشرية، المدخلات المادية والمعنوية، ثم مرورا بالعمليات، الإجراءات والمحتوى
والاساليب التدريس المستخدمه، ومن ثم المخرجات كجزء. هذا ماله مهم جدا، بالاضافه الى عمليه ايش؟ شخصي الخصائص الخاصه للمتعلمين. ثم كجزء مهم جدا نهج التقويم المعكوس، وهذا اثارت بعض التحفظ عند العديد من الزملاء. احنا بنعرف دائما نكون بعمليه تقييم المخرجات، انه دائما شو اللي بيهمنا الى اي مدى تم تحقيق الاهداف التعليميه. ولكن لما نكون بعمليه فليبد اسسمنت ابروش، المقصود في عمليه نهج التقييم المعكوس ان نكون بعمليه في البدايه تقييم ما لدى الطلاب من معرفه ومهارات. معرفه يقصد بها عباره عن المعلومات العامه عن الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال او الموضوع، من ثم سكيلز. سكيلز يقصد بها عمليه التطبيق، تطبيق المعارف الموجوده عنده على ارض الواقع، لانه هذا بيهمنا حتى نكون بعمليه تصميم المحتوى. وهذا اصلا كنا نعملها دائما، نعملها في عمليه التصميم التدريسي او الانستراكشنال ديزاين، التصميم التعليمي بشكل عام. احنا يجب ان نفهم ماذا يوجد لدى المتعلمين او الفئه المستهدفه الموجوده عندي، حتى استطيع تصميم محتوى تعليمي قائم على احتياجاتهم ووفق امكانياتهم بشكل عام. وبالتالي سميناه فليبد اسسمنت، انه كانه معكوس في عصر الذكاء الاصطناعي، حتى يساعدني في فهم طبيعه الطلاب بشكل عام مثل ما كان موجود عندي. بسموها احنا الفصل المعكوس، عفوا الفصل المعكوس بشكل عام، ومن ثم عمليه ايش؟ الفصل المعكوس، ومن ثم عندي بالنسبه له التقييم المعكوس بشكل عام. ابدا من تقييم تقييم العمليات والمنتجات، لانه بهمني ايضا كمعلم ان اقوم بتقييم العمليات تاعتي. اساليب التدريس تاعتنا مهمه جدا، اقوم بعمليه تقييمها اكثر من عمليه تقييم بالنسبه للمخرجات. طبعا لابد ان نتبع مجموعه من الخطوات حتى نقوم بعمليه اختيار اداه التقييم المناسبه. السؤال الاول دائما نسال نفسنا، لماذا تقوم بالتقييم؟ ما الهدف من التقييم؟ هذا كعنصر مهم جدا. لماذا؟ هل فقط من اجل بالنسبه لعمليه تحسين اداء الطلاب، ام من اجل عمليه ايش؟ عمليه تقييم او اكمال ملف المقابل بشكل عام على مستوى التعليم الجامعي. بين قوسين ملف الجوده، نهايه الفصل، لا بد ان يكون في اداء للتقييم. ماذا تريد ان تقيم؟ هل تريد تقيم الكفايات التي تم تطويرها؟ ام المتوفر لدى الطلاب؟ ام العمليه الرقميه بشكل عام؟ مهم جدا، لانه مهم جدا مرتبط مع انواع ادوات التقييم بشكل عام. اي نوع من انواع المهام التي تريد استخدامها لعمليه جمع الايفيدنس او جمع الاثباتات او الادله على حدوث التعلم، ويقصد فيها عمليه تحقيق الاهداف التعليميه؟ هل هي الاختبارات؟ هل هي عباره عن اداء مستوى الطلاب بشكل عام؟ ام هي عباره عن المشاريع الجماعيه وتكون بعمليه تقييم الى اي مدى استطاع الطلاب تقويه شخصياتهم واكتساب مهارات الاتصال والتواصل او التفكير الناقد او التفكير الابداعي؟ ثم ما هو اي مستوى نستطيع الوصول للطلاب بشكل عام؟ 80% 90% الى اي نسبه؟ الان بالنسبه للمعايير الدوليه بشكل عام، خاصه بالنسبه للمعايير العالميه سواء تاعت اليونسكو او بالنسبه للجمعيه الامريكيه للتكنولوجيا في التعليم، ومن ثم ما هي شروط وظروف التقييم او المهمه؟ كم ستكون الفتره الزمنيه؟ اذا كان ان استخدامنا التعليم المصغر مايكرو ليرنينج، اذا معناته يكون محدد. إذا بنستخدم التعليم المدرج، إذا معناته بده يكون لكل وحدة تعليمية ولكل إطار تعليمي له طرق معينة في عملية التقييم. إذا هذه نقطة مالها مهمة جدا بالنسبة لعملية التحديد. طبعا أنا كجزء مهم جدا لابد أن أقوم بالتعرف لهذه الأدلة الثلاثة المهمة جدا. عملية إصلاح التقييم وإعادة التصميم يجب أن تكون مرتبطة مع مين؟ مرتبطة مع الذكاء الاصطناعي، وهذا مهم جدا لأن الطلاب يتعامل معه شئنا أم أبينا. هذا جزء مهم جدا. الجزء الثاني، عملية تسهل عملية تطوير الطلاب للمعرفة والمهارات من خلال عملية إيش؟ الموجود الذكاء الاصطناعي كجزء، ثم قادر على تقديم الأدلة على حدوث التعلم لدى الطلاب. هذا جزء مهم جدا من خلال الذكاء الاصطناعي. حتى نستطيع استخدام النماذج الثلاثة من فئة واحد إلى فئة ثلاثة، من فئة زيرو إلى فول يوز فول اي اي، في عندي ثلاث نماذج مهمة جدا. النموذج الأول، كيف أصمم مهمة تستبعد استخدام الذكاء الاصطناعي؟ هذا مهم جدا، يجب أن نأخذها بالتفكير عندنا موجود عندنا.
وكلها بقوم بتصميم هذه الادوات، ما عندنا اي مشكله فيها. ولكن جزء مهم جدا، وخاصه نتكلم عن التكنولوجيا، لابد ان ناخذ مجموعه من الاحتياطات ومجموعه من المعايير الموجوده عندي. هذا كنموذج موجود عندي، راح لاحظ ان نقوم بعمليه توضيح، ان نكون في ورشات لاحقه بشكل عام كيف نقوم بعمليه التقييم، كيف اصمم بشكل عام، ثم كيف اقوم بدمج الذكاء الاصطناعي بشكل كامل. بدي اقوم باستخدام الذكاء الاصطناعي في الشركه بطريقه عامه، مهم جدا. دليل الثاني او بنسميه النموذج الثالث، والنموذج الاول هو عباره عن عمليه ايش؟ التقييم التي اريد استخدامها، الدمج ما بين الذكاء الاصطناعي وما بين الطرق التقليديه عندي بشكل عام كادوات. وعندي ايضا بالنسبه لعمليه التصميم يجب ان تشمل 3 عناصر مهمه جدا. عملية التقييم يجب أن تكون تشمل عملية التقييم العمليات والمنتج Process and Product، عملية العمليات الإجراءات الاستراتيجيات والمخرجات الموجودة عندي. دائما احنا نتغنى أن الطالب هو الشريك في العملية التعليمية، إلى أي مدى نقوم بتحقيق ذلك؟ هذه المقولة أصبح عندي جزء مهم جدا، مثل ما عندي الطالب شريك في تصميم المحتوى التعليمي وبناء المحتوى بشكل عام من خلال الكانفا ومن خلال باونتونا معينه ده موجود عنده، ايضا سيكون شريك في اختيار اداه التقييم التي تكون مناسبه له. اي اداه من ادوات الذكاء الاصطناعي بتكون الطلاب بالنسبه ليش؟ يستخدمها لان تحقيق المساواه. يجب ان نفكر جدلا في جوده التعليم وتحقيق المساواه، اهداف التنميه المستدامه، الهدف الرابع والهدف الخامس. الهدف الرابع في عنده 7 مؤشرات، يجب ان نقوم بتحقيق في مؤشرات مين؟ جوده التعليم بشكل عام. وبالتالي كجزء مهم جدا جزء المساواة، المساواة هذه عبارة عن ايش؟ انه استخدم اقوم باختيار التكنولوجيا المناسبة اللي الطالب يعرف يستخدمها حتى ما تكون بالنسبة له معيب. استخدم التكنولوجيا المتاحة للجميع دون اي تكاليف اضافية. المستحق في الوصول ان يكون موجود المحتوى موجود عند منشور ولا يحتاج لعملية التصميم، وهذا يؤدي الى ما يسمى بالعلم المفتوح في عصر الذكاء الاصطناعي. احنا بنركز عليه في البحث العلمي من خلال الاوبن اكسس، ولكن ايضا في عمليه ايش؟ الوصول الى المحتوى التعليمي، والوصول بالنسبه لعمليه ايش؟ المصادر التعليميه المتاحه التي لا تحتاج الى اي تكاليف اقتصاديه اخرى. والجزء الاخير يتعلق بالتغذيه الراجعه الجديده بشكل عام. وهنا اصل الى اخر جزء من هذه الملاحظه، ان احنا قمنا خلال الفتره الماضيه في اطلاق نموذج تشات بوت في عمليه مدرب على ابحاث، على مقالات، على تجارب عليهم باللغه العربيه، من اجل ان نقوم بعمليه ايش؟ المساعد طبعا هنا يعمل على تشات 4، تشات جي بي تي 4، او على ما بالنسبه ل تشات جي بي تي 4.0 كجزء مهم جدا. الهدف من ذلك طبعا انه يساعد، عباره عن دليل ارشادي، نقوم بعمليه تطويره كل 24 ساعة، نقوم بعملية إضافة محتوى تعليمي معين حتى نقوم بعملية إيش؟ الاستفادة منه، حتى يكون في عملية إيش؟ توليد دليل. بإمكان عضو الهيئة التدريسية يقوم بعملية إيش؟ استفادة منه في عملية بناء مثل هذه النماذج بشكل عام، سواء كان من خلال بالنسبة لكتابة بالنسبة للبرومت كجزء مهم جدا، كجزء باللغة العربية طبعا، لأنه تم إضافة طبعا بالنسبة للمصادر التعليمية باللغة العربية والمصادر الأجنبية التي لها علاقة بالتقييم، زائد تجارب عالمية في استخدام أدوات التقييم بشكل عام، مثل ما أنا راح أعرض كجزء مهم جدا بالنسبة لها كجزء. كتجارب أنا بالنسبة لتصميم أدوات التقييم، هذا قمت بعرضها لكليات العلوم الطبية والعلوم الطبية، وبالنسبة للعلوم الطبية والعلوم كنماذج. وهيك بعتقد احنا بالنسبة للمحاضرة هذه الأولى انتهت، على أمل أن يكون هناك في ترتيب لدورة تكون أكثر تفاصيل أكثر تطبيقات، طبعا من خلال استخدام النماذج يكون هناك أفكار معينة ممكن نعملها خلال بالنسبة لإجازة الصيف ما بين الفصلين، ممكن نعملها بشكل وجاهي ماشي، على اساس ممكن نعملها بتكون ايش؟ مدمجه بشكل عام. ان شاء الله يا دكتور، ولينا الشرف جدا ان حضرتك يعني كنت موجود معانا يا فندم، وان شاء الله نرتب اكتر من ورشه، يعني دي مش هتكون الورشه الاخيره في الحته دي بالذات،
زي ما حضرتك اشرت ان شاء الله. إن شاء الله يختار. دلوقتي انا بتوجه لحضرتك بخلص الشكر والتقدير على الورش الجميله جدا يا دكتور. ناخد بعض الاسئله اللي موجوده. في كان الدكتوره دعاء كانت بتسال هل في الامكان معرفه اذا ما كان هناك ابحاث تخص هذا الروبريك والتقييم باستخدام AI؟ شكرا لك. يعني احنا بصراحة اقول لك، اكون صادق معك، احنا حاليا بنعمل في بحث كيس ستدي لهذا السبب، يعني حتى يكون يعني واقعي، نقوم بجمع بيانات ومعلومات بشكل عام معايا، نقوم من خلال طبعا حوالي تقريبا، كان في الجامعة التكنولوجية العراق كان حوالي تقريبا 100 عضوية تدريسية جامعات مختلفة، جامعة النجاح الوطنية، كلية العلوم الطبية كان بتهمنا لأن كانت الأفكار بتاعتهم مختلفة كليا. قمنا أيضا بعملية جمع بيانات منهم حوالي تقريبا 30 عضو هيئة تدريسية كجزء مهم جدا. عندي أيضا من هذه الورشة الثالثة موجودة عندي، موجودة أيضا نقوم بعملية جمع أفكار من حوالي تقريبا 30 شخص، وهذا بتهمنا. بعد نتأمل إنه إيش يكون بالنسبة لهذه مصادر للبيانات، طبعا راح تكون هي عبارة عن مصادر، راح يكون بحث نوعي بشكل عام، لأنه لاحقا حتى نقوم بتطوير الأداة نحتاج إلى عملية إيش؟ تطوير استبيان. هناك زملاء إنه أيضا بنفس التطبيق، لأنه فريق مختلف من عدة دول، المسؤول عنه ليون من عدة في البرازيل، في عدة بالنسبة له في عدة دول، نقوم بتطبيق، وكل شخص بيستخدم هذه الأداة بيقوم بعملية تطوير وبيضيف عليها الإضافة كاتو كفريق دولي لتطوير مثل هذه الأداة، لأنه هذا مهم جدا. طبعا بشكل عام هذه كلها تجارب، طبعا هناك حتى نكون واقعي هناك بعض المآخذ موجودة، لأنه نحتاج إلى عملية التطوير لأكبر قدر ممكن، وطبعا مثل ما قلت مش شرط أنها تكون هي الأداة المثلى بشكل عام. هناك بعض الأدوات التي وجدت من أجل تقييم المحتوى، ولكن ما بهمنا احنا طبيعة المحتوى، لأنه أصلا احنا لا نتقبل انه يكون هناك عند ايش محتوى مكتوب بالذكاء الاصطناعي، يكون الباحث ونتكلم هنا كبحث علمي في عمليه ايش انه كبحث، لان اذا انا بقبل اذا معناته بالنسبه للبحث العلمي انتهى، اذا معناته الباحث فقط صارت عمليه الاتكال. ولكن عمليه بالنسبه الى صدق ومصداقيه المحتوى التعليمي، لا، هناك عمليه طرق اخرى نقوم بعمليه تقييم، جزء مهم جدا، هذا ايش شيء مختلف. ولكن تقييم المحتوى الذي يتم توليده الذكاء الاصطناعي تقريبا تم تجاوزه، وهناك صار شبه اجماع انه مش بحاجه انه يكون بعمليه التقييم، لانه نحن نحتاج الى الان تجارب عالميه فعليه للاستخدام، سواء كان في التدريس في التقييم او حتى في عمليه بالنسبه لعمليه ايش في البحث العلمي. تفضل دكتور بشير. دكتور بشير تفضل. مساء الخير، مساء النور، مساء الخير جميعا. مساء شكرا النور دكتور دكتور. اهلا، شكرا دكتور زهير على هذه المداخله القيمه، فعلا استفدنا كثيرا خاصه في الجانب التطبيقي، وهي كيف يمكن توظيف وتطبيق بعض ادوات الذكاء الاصطناعي في التعليم. الاشكاليه الان دكتور زهير، الكل يناقش مساله المخاوف والمخاطر ويبحثون عن الذكاء الاصطناعي الامن، في حين انه تم حل هذه المشكله بداية من 2023 بتأسيس اللجنة الدولية لضمان توظيف الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات، والتي انتهت بوضع خارطة الطريق لعام 2024، وكانت كذلك وثيقة الاتحاد الأوروبي ومفوضة المفوضية الأوروبية، وانتهت بإصدار الأيزو 42001. يعني كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي؟ دكتور زهير، لا نخفي عليك، نحن الآن في الدول العربية أو في الدول الأخرى نناقش الجانب الأخلاقي أو الاستخدام من الذكاء الاصطناعي المسؤول، دون الولوج إلى كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم. وأنا ترأست لجنة إعداد كتاب جماعي بالمركز العربي الديمقراطي ببرلين بألمانيا، تم نشره في 23 ماي 2024، كان عنوانه الإطار المرجعي والأخلاقي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم. فنحن في حاجة ماسة كما قال الدكتور محمد إلى ما هي الأدوات الإجرائية وكيف يمكن توظيف هذه الأدوات.
هذا شيء آخر. نقطة أخرى، هل يمكن استخدام دليل لهذه الأدوات؟ يعني نعرف هذه الأدوات، ما هي الأدوات الخاصة بالتعليم، خاصة بالتقييم، خاصة بالبحث العلمي، خاصة بجودة التعليم إلى آخره، نعرف بها، نعطي مزايا هذه التطبيقات، خصائص هذه التطبيقات، حتى يتسنى توظيفها فيما بعد. في 23 24 أفريل في الشهر الماضي أو ما قبل الماضي في 2024، قطاع التعليم باليونسكو عقد ندوة إقليمية عربية عبر الزوم لمناقشة مسألة أو تحديات التي تنتظرنا بالنسبة للذكاء الاصطناعي، ليست التحديات الأخلاقية وإنما التحديات الإجرائية العملية، فنحن نبحث عن مصفوفة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم. كذلك بالنسبة للأسئلة، يا حبذا الدكتور زهير لو تشتغل أنتم كخبير في الذكاء الاصطناعي في المستقبل على كذلك تصميم هيكلة بناء الأسئلة، كيف نبني السؤال لطرح السؤال على تشات جي بي تي أو على أي تطبيق آخر. هناك موضوعات غير مشروعة، موضوعات محظورة بالنسبة للذكاء الاصطناعي، موضوعات معروفة، والآن الشركات التقنية الكبرى التي تنتج هذه التطبيقات عملت في حد ذاتها على تأمين هذه التطبيقات منذ البداية، منذ إنتاجها، لعدم استخدامها في مجالات أو ربما في أعمال أو في مهمات يعني غير مشروعة. بالنسبة لتطبيقات الغش أو السرقات العلمية، صادفنا كثيرا منذ ظهور تشات جي بي تي في 2022 نوفمبر 2022، صادفنا صعوبات كثيرة في الجامعة، خاصة في التعليم العالي، السرقة العلمية، الغش كذا. هناك تطبيقات إلكترونية تعمل، وحتى تطبيقات في الذكاء الاصطناعي تعمل على رصد هذه السرقات العلمية ضمانا للأمانة العلمية. أستاذ زهير، في ألمانيا هناك دراسة حديثة ظهرت في ألمانيا على أن 42% من المعلمين المبتدئين لا يميزون بين كتابة طلبة خاصة بهم وكتابة الذكاء الاصطناعي الخاص بتشات جي بي تي. يعني هناك فعلا في الجانب الآخر يطرح بعض التحديات. بالنسبة للسياسة أستاذ ظهير، لا يمكن اعتماد الذكاء الاصطناعي في التعليم العام أو التعليم العالي دون إرادة سياسية، دون توجه من الوزارات ومن الحكومات ووزارة التعليم والتربية. على الرغم من أن قمة تحويل التعليم التي عقدت بنيويورك من 16 19 سبتمبر 2021 كان من ضمن مخرجات هذه القمة هي التحول الرقمي، برقمنة التعليم كمرحلة ثم توظيف الذكاء الاصطناعي كمرحلة لاحقة، وتم التوقيع على هذه الوثيقة وعلى هذه التوصيات من جميع الدول، حوالي 193 دولة، لكن لا يوجد تعليمة أو لتحسين أو تكييف أو تعديل المناهج والمقررات الدراسية حسب الذكاء الاصطناعي أو توظيف الذكاء الاصطناعي. أصبح الذكاء الاصطناعي مجرد مبادرات يعني خاصة للمعلمين أو الأساتذة، سواء في التعليم العالي أم التعليم العام، يعني ما قبل التعليم العالي أظن قليلة. ونشكرك أستاذ زهير المحترم على النسب والإحصائيات استخدام الذكاء الاصطناعي التي قدمتها لنا. آخر شيء بالنسبة لبديل المعلم، لا يوجد بديل المعلم، وإنما الذكاء الاصطناعي سيستبدل المعلم بمعلم آخر يحسن الذكاء الاصطناعي، هذا هو. لا نستبدل المعلم، وإنما سنستبدل المعلم بمعلم آخر يحسن الذكاء الاصطناعي. دراسة أخرى في حديثة في أمريكا على أن 78% عالميا هم الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في المهنة، سواء في الطب أو التعليم أو السياحة أو التجارة أو كل المهن، 78% يستخدمون الذكاء الاصطناعي. عام 2024 هو عام الذكاء الاصطناعي. آخر شيء أستاذي محترم، بالنسبة للتقييم، أشرت إلى التقييم، لكن هل يمكن إضافة مدة التقييم وحجم التقييم؟ يعني مدة التقييم كم يستغرق من الوقت؟ وهل هو تقييم جزئي أم تقييم كلي إلى آخره؟ آخر توصية شيء، هو علينا أن نقوم بحصر هذه الأدوات الذكاء الاصطناعي وأن أشتغل عليه
لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم العام، في مرحلة التعليم الابتدائي والإعدادي. وقمت بدراستين، الدراسة الأولى كانت في توظيف الذكاء الاصطناعي في مرحلة التعليم المتوسط، والآن في مرحلة التعليم الابتدائي. حصل التطبيقات، مزايا هذه التطبيقات، ثم كيف يمكن إجرائها. أعجبتني الشرائح الأخيرة جدا يعني، ولو سمحت الدكتور زهير لو تعد لنا الشريحة الأخيرة، لم أتمكن من تصويرها، هي تجارب العالم، التجارب في العالم، يعني كيف كانت هذه التجارب في توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم. شكرا جزيلا دكتور زهير، وشكرا دكتور محمد على هذه الندوة القيمة وعلى الموضوعات القيمة التي تخطرها شكرا لك دكتور بشير. إمارج إمارج إفريقيا دائما. نعم نعم شكرا لك دكتور بشير على مداخلتك شكرا جزيلا والأسئلة. شكرا شكرا نعم صحيح، يعني هناك في من أول شيء بالنسبة لدليل، نتمنى أن يتم إصدار دليل يتعلق بتصميم المهمات والتقييم خلال فترة الصيف بخصوص أدوات التقييم. بعتقد أنت موجود في هذا المشروع، مشروع الإيفنت، ليتم التواصل من ماليزيا حتى نقوم بتقديم شروحات إن شاء الله لبعض التطبيقات التي نستطيع استخدامها، سواء كان في البحث العلمي أو استخدامها في عملية التعليم كجزء مهم جدا موجود بشكل عام. فيما يتعلق بالنسبة سابقا، كان هناك عندنا دليل اشتغلنا مع الدكتور أكرم فرونة من غزة الحبيبة، على أمل إن شاء الله يكون بصحة وعافية. على أساس كان هناك حوالي تقريبا 100 تطبيق، ولكن نتيجة الظروف تم التوقف بالنسبة لهذا المشروع. نتمنى أن يتم ذلك. هاي بالنسبة للشريحة المتعلقة دكتور بتجارب عالمية في الطب، هي موجودة عندي الشريحة الأولى كجزء مهم جدا. هاي الشريحة الثانية، وعندي بالنسبة للشريحة الثانية موجودة عندي كأدوات نستطيع استخدامها في أدوات الذكاء الاصطناعي أو كتجارب عالمية. تفضل دكتور بشير مرة ثانية، رافع إيدك. لا فقط نشير إلى السادة الحضور على أن بأنني عضو في بوابة الأحداث العلمية بماليزيا، ستنظم دبلومة الذكاء الاصطناعي في شهر جويليا من 7 إلى 15 جويليا، لمن أراد يعني أن يسجل في هذه الدبلومة. ويسعدنا كثيرا وجود الدكتور زهير ناجي زهير في هذه الدبلومة. شكرا جزيلا يسلمك، دكتور بشير. أنا صديق تفضل. الزوير. دكتور بشير لو كده ممكن تبعت لي اللينك ومعلومات عنها، وانا ابعتها نعم للميل اللي عندنا في ايمرج. نعم صح، انت معاك الواتساب بتاعي؟ معايا الرقم الشخصي بتاعي دكتور بشير اظن. دكتور بشير لا، يا حبذا لو الواتساب، يا حبذا انا لو هبعت الواتساب. حالا دلوقتي على الجروب حاليا. سأبعث لكم دعوة الحضور لدبلومة الذكاء الاصطناعي بوابة الأحداث نعم العلمية نعم دكتور بماليزيا. دعاء، يا دكتورة دعاء تفضلي. أنا بعت الدكتورة دعاء، اتفضلي يا دكتور. أنا بعت لحضرتك الرقم على الجروب. السلام عليكم، يعطيكم العافية وبارك الله فيكم، لا جهود مشكورة ما شاء الله عليك يا دكتور، ما قصرت، كل كلمة حكيتها بعتبرها كنز ثمين من المعلومات. أول شيء، بحكمي طالب الدكتوراه في جامعة النجاح الوطنية، بدي أسألك دكتور، شو أنت وجهة نظرك إذا كان أنا عندي روبريك أعده معلم المساق، وهو خلى الـ AI أو أي برنامج خلينا نحكي أو أي تطبيق هو يقوم بعملية تصحيح الأشياء المقالية أو الأسئلة المقالية للطلبة اللي هم قاموا بأدائها بدون استخدام الـ AI، ولكن كمعلم أو خلينا نحكي كمدرس، إنه هو يقوم باستخدام الـ AI عن طريق روبريك يعطيها لبرنامج معين بالـ AI وهو يصلح الأسئلة الإنشائية، يعني الـ performance، الأداء اللي عملوه الطلاب، هل هذا الشيء أو هذا التوجه أنت تراه قد يكون الـ AI مساعد لهذا المعلم أو اللي خلينا نحكي للطاقم الأكاديمي سواء كان بالجامعة أو كان في المدارس؟ شكرا لك. انا جربت استخدمت تشات جي بي تي 4 في تصحيح الاوراق الكتابيه للطلاب، ماشي، دخلته تم اياه وقلت قم بعمليه تقييم
لا العلامة ورقة تقييم، ورقة الطالب هذا وأعطيه علامة من 100، ماشي؟ هو أعطاني طبعا، أعطاه للطالب حوالي تقريبا 75%، واضح؟ الآن طبعا تمام هو كان دقيق جدا، خلينا نقول أعطانا زي ما تقول تغذية راجعة بناءة، ولكن اكتشفت لاحقا عندما أرخلت ورقة أخرى لطالب مختلف، ماشي، في موضوع آخر مختلف، أعطاه تقريبا نفس العلامة مع تقريبا فرق زائد أو ناقص واحد، ولكن للأسف التغذية الراجعة اللي استخدمها هي نفسها. فهنا اكتشفت أنه لا أستطيع الاعتماد عليه في عملية التقييم، هذا مهم جدا، لا أستطيع الاعتماد. طبعا هناك تطبيقات متخصصة، خلي يكون واضح، الزملاء، أنا أعرف الزملاء الذين يقومون باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي المجانية أو تشات جي بي تي 4 بيدفع 20 دولار، ولكن ما بيكون بعملية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتخصصة في التقديم لكريدنج سكوب. إذا أعطيتك الكريدنج سكوب كتطبيق آخر مدفوع، نعم بعطيك بدقة، ولكن يعطيك بدقة لمين؟ الكتابي باللغة الإنجليزية. نكون واقعيين، تكلمنا عن مساوئ أدوات الذكاء الاصطناعي في اللغة العربية، والدكتور بشير كان معروف في كان إلى مستقبل اللغة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي. هذه نقطة موجودة. إذا كنت طالب الدكتوراه، وإذا كانت عملية التقييم يا دكتورة دعاء باللغة العربية، ستكون فرق كبير جدا ما بين التقييم الإنساني الشخصي وما بين تقييم الذكاء الاصطناعي، وهذا تكلمنا عنه بشكل كبير جدا مع نائب الرئيس للجودة، أنه لا يجوز استخدامه في عملية التقييم باللغة العربية. ممكن الإنجليزي، ممكن، ولكن يجب أن يكون إيش؟ تطبيق متخصص في عملية التقييم. أنا بالنسبة استخدمت جريد سكوب فقط يعني لأجل أنت التحصيل تقصد العلمي. إنه أنا تقصد دكتور إنه نعطيه روبريك يعني، وبناء عليه يتم التقييم لجميع الطلبة يعني حتى لا، روبريك. حتى الروبريك يا دعاء لا يكون دقيق. كمان وأعطيت، بحد ذاته يعني العامل نعم البشري، أنت تقصد بكلامك العامل البشري دائما له الأثر في التصحيح، الأسئلة الإنشائية أو المقالية أيا كانت، مهما كان البرنامج مهما كان. 100% طبعا، بيكون أفضل ويكون أدق ويكون هل أداء هناك ممتع. أبحاث كان هذا الكلام؟ 100% موجودات، وعملنا بحث سابق كان موجود ومنشور، ببعث لك إياه. خذيها قاعدة، لا يمكن، هذا في ظلم، بده يكون علامات نتكلم عن بالنسبة لإيش؟ المساواة والحق للطالب. أنا ما بظلم الطالب في عملية جريدينج، ونتكلم مرة أخرى، إذا كانت الكتابة باللغة العربية سيكون فرق كبير جدا في التقييم، لا يمكن الاعتماد عليه في تقييم الكتابة العربية. واضح. الآن في نقطة مهمة جدا، ربما، وأنا أعتقد ربما الزميل اللي قام بهذا التدريب كان أجل البحث العلمي، لأن أحد الزملاء طلب مني المساعدة كيف نقوم بعملية إجراء دراسة عن أدوات التقييم استخدام الذكاء الصناعي في تقييم أعمال الطلاب، ويكون بالنسبة للعنصر البشري نجري المقارنة. زميل آخر عملية إيش؟ عملية تحليل ومقارنة أعمال الطلاب الكتابيين بواسطة الذكاء الاصطناعي والهيومن، وهذه نقاط ممكن لأغراض البحث العلمي، ولكن لا أستطيع الاعتماد عليها كفاينل جريد بالنسبة للطالب الدعاء. وأنا بقول تمام لك كلمة مسؤول عنها، لأني عارف شو المقصود بالنسبة للذكاء الاصطناعي، وعارف عملية التدقيق والتصحيح اللغوي وتدقيق الكتاب اليدوي للغة العربية. وأعطيك كمان شغلة، ممكن بعض الزملاء قاموا بعملية الفحص ما بين كتابة الطالب إذا كان الكتاب إلى الذكاء الاصطناعي أم لا، فكان هناك تباين، وعاجوا قال يا عمي حلها، قلت له ما في حل، ما في حل، وهذا شيء طبيعي، أن الذكاء الاصطناعي أعطاني نسب، والطالب كما قبل ما يرفع المهم يكون متأكد من أجل إيش؟ المناقشة. ما بقدر أحطه صفر ولا بقدر أحطه 100%، طريقة التقييم خطأ، يجب أن يكون مركز على السياق. شكرا شكرا، بارك الله فيك دكتور، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك دكتور أحمد جزاك الله سرحان. خير. دكتور أحمد سرحان تفضل. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور زهير.
عليكم السلام. نستفيد من سعادتك دايما يا دكتور زهير، ويعني مشاركاتك ومحاضرتك القيمة. ربنا يبارك في حضرتك يا رب، ويجزيك خير ويرفع قدرك ويزيدك علما يا رب العالمين. تسلم. طيب، بالنسبة للتغلب على مشاكل الذكاء الاصطناعي التوليدي في اللغات يا دكتور زهير، هو احنا يعني هذا يدفعنا دفعا إلى يعني التبني الأكثر للنشر الدولي، وحضرتك يعني بتتبنى هذا الأمر، واحنا متابعينك في هذه المسألة وبنتعلم منك صحيح، وكل الخطوات اللي خطوناها في هذا الأمر كان يعني حضرتك كنت الدافع الأول والأكبر في هذه المسألة، يشهد الله سبحانه وتعالى. يعني أحسنت لازم السؤال. هذا الأمر يعني يتبنى بصورة أكبر، يعني مو الدكتور زهير لوحده، ولكن يتبنى بصورة أكبر خاصة في المجال التربوي، لأن النشر التربوي باللغة العربية حقيقة، وحضرتك ممكن تؤيدني في هذا أو تعترض، النشر التربوي باللغة العربية يا دكتور زهير الآن يعني يأكل نفسه بنفسه، يأكل نفسه بنفسه، متغيرات مختلقة ومشكلات بحثية مختلقة نعم. وإعادة توليد الأبحاث بصورة أخرى. يعني بعض الباحثين يعني يخلق المتغيرات اختلاقا، يختلق متغيرات ويختلق مشكلات وينشر أبحاث ويترقى أساتذة ويترقى أستاذ مساعد وترقيات، والمجلات العربية ممتلئة. عندنا لو تبنينا مسألة النشر الدولي باللغة الإنجليزية خاصة، نستفيد فائدتين. الأولى، تعزيز المحتوى التوليدي للذكاء الاصطناعي باللغة الإنجليزية، سواء على جات جي بي تي أو جيميناي أو على غيرها من أدوات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي يزيد ويتسع المحتوى التربوي العربي باللغة الإنجليزية. هذا أولا. ثانيا، إذا زاد هذا المحصول اللغوي باللغة الإنجليزية في البحث العربي، في البحث التربوي العربي، بيصير عندنا قاعدة نستطيع من خلالها أن احنا نمارس ونستفيد من الذكاء الاصطناعي في واقعنا نحن، في واقعنا نحن، واقع العربي. فأرجو من حضرتك تفتح هذا النقاش في هذا الباب ونستفيد منك في هذه المسألة. بارك الله فيك دكتور زهير. تسلم دكتور. يعني اكثر ناس اشتغلوا، بعتقد دكتور بشير راح يكون له مداخله، موجود عندنا بنك المعرفه العربي ومعامل التاثير العربي بشكل عام. بصراحه انا اقول لك هذه كنقطه مهمه جدا. يعني احنا لما نتكلم عن شو مشكله الذكاء الاصطناعي دكتور، مشكله الذكاء الاصطناعي الموجود عندنا حاليا انه يتم تدريبه على المحتوى باللغه الانجليزيه، والسبب في ذلك خلينا نقول بين قوسين ضعف المحتوى العربي. لهذا السبب ما للأسف الشديد. نتمناه ان يكون هناك محتوى عربي باللغه العربيه، اللغه العربيه خلينا نقول اللغه العربيه الفصحى، واتكلم اعتقد ان اتكلم، ولكن بسبب كان ضعف اتصال الانترنت في مداخل مع الاذاعه في الجزائر الشقيقه عن ضعف بالنسبه للذكاء الاصطناعي في اللغه العربيه، ان تعدد اللهجات وتعدد طبيعه بالنسبه للفاظ اللغه العربيه والمعاني والكلمات. فهذه كنقطه مهمه جدا. أنا بالعكس أنا مشجع بالنسبة لبنك المعرفة المصري الذي يتبنى النشر العربي للأبحاث باللغة العربية في المجلات العربية، وهذه نقطة مهمة جدا. أن العديد من المجلات الناطقة أو التي تنشر أبحاث باللغة العربية دخلت في عملية تصنيف الكلاريفيت، بمعنى آخر أصبح لها معامل تأثير مهم جدا، معامل تأثير دولي زائد معامل التأثير العربي. هاي نقطة بحاجة دكتور إحنا لإعادة عملية سياسة الترقيات في الجامعات العربية، أنه لا يكون فقط عمليات الترقية تكون فقط أنه بالنشر في المجلات الأجنبية والتي لها معامل تأثير عالي، الناصر يكون في مجلات اللغة العربية في الجزائر، في العراق، في مصر، في جامعات فلسطين بشكل عام، يكون لها وزن أكبر من النشر في المجلات بالنسبة لمين؟ للأجنبية. صح، في عنا مشكلة، في عنا المشكلة بالنسبة لجودة الأبحاث باللغة العربية. للأسف الشديد حتى على مستوى رسائل الماجستير وحتى للأسف الدكتوراه 90% يتم عبارة عن عمليات دراسات وصفية. دكتور دراسات الوصفية حتى للأسف الشديد في المجلات الأجنبية إذا بنعمل دراسة وصفية حتى وإن كان لظاهرة جديدة بيرجعوها، كل دراسة وصفية لا تنفع. حاليا تطورت أدوات التحليل، أصبح عندي بالنسبة لعملية الدراسات العلاقات الارتباطية الآموس بالنسبة لعملية بشكل عام، فعندي أصبح بالنسبة بناء النماذج السمارت بي ال اس، لماذا نكون بحاجة إلى نموذج لدمج التكنولوجيا أحتاج إلى اليو تي اي يو تي، لماذا لا يكون لنا نماذج باللغة العربية، لماذا أنا كزهير أنش، ولكن مشكلة عندي أنا.
اذا انا ما نشرت باللغه الانجليزيه في امباكت فاكتور في عندي مشكلتين. المشكله الاولى الجامعه تحتاج، لان بقول لك احنا بدنا التصنيفات العالميه والدوليه، وهذا وانا عضو في لجنه التصنيفات يجب ان احث الزملاء من شان ترقيه الجامعه. والجزء الثاني لا استطيع الحصول على ترقيه لان ناشر في مجلات عربيه. للاسف اتحاد الجامعات العربيه، واتمنى ان يكون هناك في المؤتمر القادم في شهر 11 في الشهر السابق ان يكون هناك بالنسبه لا مؤتمر رسائل الجامعات، ان يكون تعديل على عمليه السياسه في عمليه الترقيات، يكون بشكل عام خلي الناس يترقوا. ما يكون موجود عندنا قاعد بنزيد دكتور احمد ودكتور بشير بنزيد في الابحاث باللغه الانجليزيه على حساب لغاتنا. هناك لعلمك هناك العديد من المجلات الكرديه دخلت الامباكت فاكتور، وبعطيك اياها عن مؤسسه جامعه جيهان اذا حدا من الزملاء العراقيين. وجامعه جيهان مقارنه مع الجامعات المصريه بنت امبارح بصراحه، والجامعات الجزائريه يعني حديثه العهد. لا نقلل من شان الجامعات، ولكن نقول لاحظ جامعات اسبانيه تقوم بالنشر باللغه الاسبانيه ودخلت الامباكت فاكتور. للاسف احنا الجامعات عريقه، الجامعه الاردنيه، جامعه القاهره، جامعه بالنسبه لمجلات جامعه اليرموك في الاردن، الكثير من الجامعه من المجلات الجزائريه من زمان زمان واحنا في البكالوريوس نسمع عنها في الماجستير، ما دخلت في الامباكت فاكتور. لماذا؟ هذه نقطه مهمه جدا، بها حاجه الى عمليه تاثير. جاء بنك المعرفه ممتاز جدا، جاء معامل التاثير العربي، ولكن بين قوسين بشكل عام معظم الجامعات في الدول العربية لا تعترف بهذا معامل التأثير ولا تقيم له وزن في ترقية. الدكتور بشير بده يترقى، وانت يا احمد بدك تترقى، ورياض بده يترقى، ولا بده يترقى، اذا بحاجة الى لغة انجليزية. حتى الجامعات السعودية دكتور انها نفس الشيء، يدفعوا لنا مصاري، تعال خذ هاي مشاريع فندد مبالغ فوق ال 20 الف دولار، تفضل ثلاث ابحاث، ولكن بشرط أن تكون في مجلة كيو 1 وأجنبية. إذا إحنا جامعات عربية ما قمنا لبناء المنظومة بتاعتنا لن نكون موجودين. لهذا السبب لعلمك اللغة بالنسبة للمالية الملاوية الماليزية بشكل عام صار عندهم مواقع كثيرة على الذكاء الاصطناعي وتطبيقات. إحنا بعض الدول بسيط جدا، بعض التطبيقات البسيطة تطبيق سعودي، تطبيق إماراتي، شوي من الجزائر، من تونس، ولكن خلينا كل على استحياء كلها مبادرات فرديه دكتور احمد الزملاء. فنحن بحاجه الى سياسه. حتى النظام اللي تكلم عنه الدكتور بشير، خلينا نقول نظام او لجنه الذكاء الاصطناعي في فلسطين، انا بتكلم ذكاء اصطناعي لتنظيم العمل الذكاء الاصطناعي للتنظيم فقط استخدام وليس له علاقه بعمليه التطوير بشكل عام. هذا ما نحتاجه، بعمليه التطوير في عمليه استخدام. هناك مبادرات ممتازه جدا، اليونسكو تبنى شيء مهم جدا، الدليل الارشادي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي. ولكن وبعدها اذا انا بدي مقالي باللغه العربيه يكون مترجم بالاجنبيه ويكون ما بيكون دقيق. نسال الله ان يحل هذا ايش الهم الموجود، يعني استطيع ان يكون هناك محتوى باللغه العربيه. ما هو ده يعتبر من اهم النقاط اللي احنا عملناها في ايمرج افريكا دكتور. لا هذا 100%. نعم، زيادة الوعي والإيفنت. لا بالعكس، يعني أقول لك دكتور محمد الإيفنت تاعت ماليزيا ممتاز جدا، تلقائيا وافقت، لأنه فعلا احنا بنمثل. ولكن في مشكلة، هذه التطبيقات تدعم اللغة العربية، يعني لو أجى الدكتور أحمد بده يعمل خطة لسن، أحد الزملاء كتب إلى أي مدى دقة الذكاء الاصطناعي استخدامه في اللغة العربية حسب اللغة. أستاذ محمد إذا ما كنت أخطأت، إذا استخدمته باللغة الإنجليزية في تدريس اللغة الإنجليزية يكون 100% أكيورسي عالي، ولكن إذا استخدمته في التربية الإسلامية في العربية والعربية سيكون صفر. السبب عملية التدريب على البيانات الموجودة عندي. اثنين، إذا أنا أسأل بالنسبة للماجيك سكول دربنا العديد من الزملاء، أكتب له باللغة العربية يكون الإجابة بالإنجليزي. هذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي، لأنه هذه التطبيقات دربت وتم إنتاجها من شركات أجنبية حديثا بدأوا بعملية الترجمة، يتقبل الكتاب من اليمين إلى اليسار. واليمين إلى اليسار ليس فقط اللغة العربية، ونحن كل اللغات الأخرى التي تكون بالنسبة للأوردو أو بالنسبة للعبرية أو اللغات الأخرى.
أنا ممكن آخد آخر سؤال لو في أي آخر سؤال بعد كده، لو في أي حد من الحضور الكرام عنده أي استفسار أو أي سؤال. طيب نتيجة هذا الموقف، دكتور زهير أنا بتوجه لحضرتك بخالص الشكر والتقدير جدا جدا على وجودك معنا في مجلس أفريقيا بالعربي، وإن شاء الله نرتب مع حضرتك الموضوع زي ما حضرتك قلت إن شاء الله إن في ورش قادمة، ولو في أي استبيانات أو في أي حاجة حضرتك عاوز تنشرها للأعضاء ممكن حضرتك تبعتها لي وأنا ببعتها للأعضاء كلهم، بحيث إن إحنا إن شاء الله. نبعت لهم إن شاء الله الباوربوينت أو أي ماتيريال حضرتك حابب إن هي تنشره معاهم. وفي النهاية بتوجه لحضرتك بخالص الشكر والتقدير وأطيب تحياتي لحضرتك يا فندم، وكل عام وحضراتكم بخير، ويا رب يفرج الكرب عن أهلنا في غزة، وإن شاء الله يعني ربنا يجعل أيام كريمة إن شاء الله ينصرهم يا رب بإذن الله. أنا تسلم دكتور، رقمي كل عام وانت بخير بمناسبة عيد الأضحى الله للجميع. اللهم آمين يا رب اللهم آمين. الرقم الواتساب الرقم اللي أنا بعته لحضراتكم جميعا اللي هو هقوله لو حضراتكم تكتبوه 010 16 4 8 8 3 0 7، ده رقم الشخصي على الواتساب، ابعتوا لي عليه اي استفسار او اي حاجه خاصه بإيمرجي افريكا، وانا ليا الشرف ان انا اتواصل مع حضراتكم في اي وقت، وانا كتبته على الجروب، وفي اي وقت او في اي حاجه خاصه بإيمرجي افريكا انا تحت امر حضراتكم ان شاء الله. اتوجه لحضرتك يا شكرا دكتور زهير دكتور بخالص أحمد، الشكر. شكرا لكم جميعا على الحضور، إن شاء الله شكرا سيكون لكم. لنا لقاء آخر. إن شاء الله عز تسلم وجل. دكتور بشير، يعطيكم العافية. سلامة، شكرا، مع السلامة. إن شاء الله. أطيب التحيات لكم جميعا، مع ونراكم على السلامة. خير. والسلام عليكم ورحمة الله الله يبارك. وبركاته.